متجهين الى جامعه الاخوين. الحين هذا احنا بندخل الجامعه بس عشان نتعرف على مرافقها وناخذ افكار عن طرق التعاون معهم ان شاء الله بعد ما يطلع التصريح. وهذا احنا الحين ندخل الجامعه لان احنا نعتبرها الجامعه جامعات مهمه في العالم العربي. والجامعة متكاملة فيها كل شيء كهيلث سنتر وفيها من جميع أنحاء العالم على فكرة. ندرس باللغة الإنجليزية والفرنسية أتوقع. ليرن إكسبلور جامعة الأخوين. وهذه أخوان الصغار الموجود. السلام عليكم. حالك. مرحبا. السلام. هي على 74 هكتار، ثلث هو المبني، ثلثين لا زال منطقة. ما تقدرين تودينا تحت زجاج؟ مغطى. نعم مغطى. بس انت اشرح عشان. الثلث هو اللي مبني وثلثين لا زال منطقة خضراء. هذا هو المدخل الرئيسي من جيتو حاليا. حجر الأساس تحطات في عام 1993. وبدأت الدراسة في عام 1995. 96 بدأت الدراسة. 95. بس ما شاء الله رغم قصر الفترة سمعتكم. عامين ديال البناء. هذه البناية اللي رحنا فيها بناية إدارية مكونة من مكتب رئيس، مكاتب نواب رئيس، مكتب خاص بالتسجيل ومكتب خاص بالدفع. بناية المقابلة بناية خاصة بالأنشطة الطلابية. من وراءها كاين المطبخ أو الريستو. من وراءها كاين المسجد هو التصغير ديال الكتبيه اللي كاين في مراكش. من وراءه كاين ما شاء الله مثل المسجد الكتبي اللي في مراكش. من وراءه كاين المكتبه هي على شكل هلال رغم تعدد الهويات والجنسيات والثقافات. تبقى الهويه العربيه الاسلاميه بارزه وبين وسط الجميع. ما شاء الله. من وراءها كاين المركب الرياضي. المركب الرياضي يضم ثلاث ملاعب تنس، ملعب كرة القدم، قاعة مغطاة للألعاب الشتوية والجماعية ومسبح مغطى. هذه المنطقة كلها منطقة سكنية تضم ثلاث أنواع ديال السكن: سكن فردي، سكن ثنائي وسكن جماعي. حاليا كاين 2300 طالب موزعين على الكليات بثلاث: كلية الهندسة في الإعلاميات، كلية تدبير المقاولات، وكلية الهندسة في الإعلاميات. أول كلية شنو؟ كلية العلوم الإنسانية. أوكي. كلية تدبير المقاولات. تدريبات ريادة الأعمال. ريادة الأعمال. ما يشتهروا في هذا الشغل. والثالثة كلية الهندسة. الإعلام. شنو الدرجات؟ يعني التدريس باللغة الإنجليزية. الإنجليزية. نعم. هذه مسمعة. بكالوريوس. بكالوريوس ولا ماجستير؟ دراسات عليا. دراسات عليا. بس بكالوريوس. تفضلوا من الجروب. حلوه جماعه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا. الله يسلمك. الله يعافيك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ سعيد النعماني مدير الموارد البشريه. السلام عليكم استاذ هنادي من الكويت. يا اهلا وسهلا استاذ. كيف الحال؟ شكرا. محامي الكويتيه. اهلا وسهلا. تفضلوا لفوق ونتكلم على راحتكم ان شاء الله. شكرا. اسمي شريف بالفقيه واشغل في الجامعه منصب المدير التنفيذي للتنميه والتواصل. هذا المنصب اشغله من حوالي سنتين. قبل ذلك كنت نائب الرئيس مكلف بشؤون الطلبه منذ 1999. من حوالي تقريبا 18 سنه 17 سنه ونص. زميلي استاذ سعيد النعماني مدير قسم الموارد البشريه والاداره. انا اللي فهمت من المراسله انكم عندكم ملتقى في مراكش والموضوع هو التنميه الاداريه. اقتصاد الالهام. اقتصاد الالهام.
هذا مطلوب منكم تعطينا نبدا. المهم ناخذ ربما 10 دقائق ولا ربع ساعه لتقديم الجامعه بسرعه ولنبداو بتقديم الاعضاء. تفضل دكتور. من عندك تشال يمين 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 تفضل ولو كان عمر. يلا اسمي رامي من المعهد الدولي للاقتصاد والمالية. الموجود وين؟ في البحرين. في البحرين اي، وفينا عدة كذلك ومدربة في القيادة واكتشاف الذات. ممتاز شكرا. حسن جاسم الجاسم من المعهد العالمي للاقتصاد والمالية. هو موجود في البحرين. البحرين الجماعة كلهم من البحرين ما عدا الأخت هنادي من الكويت. الكويت حسن عند يعمل أيضا في مشاريع العمل التطوعي، يبني قرى يعني متكاملة في أفريقيا وهكذا، فهو مدير قرية. سعيد حسيني مدير مري المعهد الإلهام بالمغرب ووافعي شمع. رؤية سلمان طالبة ومشاركة في البرنامج. أحمد خالد طالب جامعي ومشارك برنامج. كريم شهيد معهد اقتصاد الإلهام المغرب. محمد الكشاف الأمين العام للأكاديمية المغربية الدولية لخبراء التدريب والتطوير، المدير التنفيذي لمعهد الدولي لاقتصاد الإلهام ومدرب معتمد في التنمية. خالد حساني متقاعد مشارك مع جمعية متقاعد؟ نعم من جامعة الخليج ولا بحشة الجامعة جامعة الخليج العربي جامعة الخليج العربي معروفة في البحث إيه جامعة خليجية مقرها البحرين لكن متقاعد هذا متقاعد يما هذا الذي سنع عمل ما شاء الله شكرا. جهان يوسف ساتر رئيس منطقة تعليمية في وزارة التربية والتعليم وعضو في معهد اقتصاد الإلهام في البحرين ومتقاعد. موزة أحمد الحدي من مملكة البحرين مدرس كلية ومتقاعد ومتقاعدة أيضا وعضو مع الإلهام أول فهمت متعاقد هذه معقولة أكثر من متقاعد. تفضل يا أستاذ هنا. هنادي العماني من دولة الكويت رئيسة لجنة دول الإعاقة بجمعية المحامين الكويتية وممثلة عن جمعية المحامين ومشاركة في الملتقى. نعم شكرا. ليلى عيسى أسيستنت دايركتور في المجموعة العربية للتأمين وعضو في معهد الاقتصاد الإلهام. شرع إبراهيم راشد أنا متقاعدة حديثا ورئيسة جمعية الاقتصاد الهام في البحرين. مصطفى جدوال المدير التنفيذي لاتحاد خبراء العرب وعضو لدى المعهد الدولي لاقتصاد الإلهام. استشاري أيضا هو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تأسيسنا للمعهد هنا في المغرب يعني في المغرب. دكتورة دنيا أحمد من مؤسسي معهد الاقتصاد الدولي الاقتصاد الهام هنا في المغرب وأسيستنت بروفيسور في جامعة البحرين ومستشار تخطيط التطوير الاستراتيجي في مجال المرأة في البحرين. أنا أخوكم محمد أبو حجي مؤسس حق المعهد الدولي الاقتصاد الهام أسسناه في سلوفينيا وعندنا مجلات علمية راح نحدثكم عنها إن شاء الله. وأنا مدرس أيضا في الجامعة بروفيسور في جامعة البحرين تركت حديثا وتفرغت للمعهد ونشر فكر الاقتصاد الإلهام. الله شكرا جزيلا لحضوركم. تقاعدوا في 30 سنة ولا شو؟ أنا متقاعدة. أنا متقاعدة. تقاعدت حديثا من الوظيفة. إذا تقاعد نسبي وتزاولي مهمة أخرى. نعم. ولا اختيار. ما عندنا تقاعد مع تقاعد. احنا ما عندنا انسان يتقاعد وينهي العمل، هو يتقاعد من وظيفة ليدخل وظيفة اخرى. بس هذا الاصل عاش من الوظيفة الاولى. نعم ايوه نعم. حلو فكرة حلوة. بس يعني في سنوات 25 سنة انا اشتغلت يعني في مينيمم مينيمم مينيمم. اذا تقاعد نسبي احنا نسميه في المغرب تقاعد نسبي مش تقاعد كلي. ايوه اختيار مبكر early retirement like
التقاعد يمكن هي بداية عطاء للأشياء اللي نحبها وتلهمنا وتلهم مجتمعاتنا. صحيح. احنا اللي يتقاعد مبكر يخسر لأنه ما بياخذ معاشه كامل. ياخذ جزء منه. حتى عندنا ياخذ معاش أقل. إيه. على حسب سنوات الخدمة. يعني نقطتين لكل سنة. يعني 25 سنة تأخذي 50% من. نعم. بس أزاول شغفي الآخر. لأن في الوظيفة أنت تكون يعني تزاول ما يعني ما يكسبك الرزق. بالضبط. مع أن في الشغف تكسب الرزق. طيب يعني أثرتم شغفي للتعرف على ما هو الاقتصاد اقتصاد الإلهام و. إذن أول شيء مرحبا بكم عنا ونحدثكم حول الجامعة. عندنا قصة، أنا آسف هذا السلايد كله بالإنجليزي. لا ما عليه. بالعكس الإنجليزي هو هذي. والأسهل عندي. تفضلوني أتكلم بالإنجليزي. إيه نعم. لا إنجليزي أو عربي. لا عربي. عربي بس. نعم. المهم مو فرنسي. نعم. مو مش فرنسي. عربي. لا إحنا ما عندي مشكلة. عندنا في حوالي في منتصف السبعينات أو آخر السبعينات الملك الحسن الثاني الله يرحمه كانت عنده فكرة إنشاء جامعة من نوع مختلف اللي هي تكون أولاً مبنية على النمط الأمريكي درس بالإنجليزي تبع نظام تعليمي غير النظام المتبع في المغرب وتكون ممكن نوع من تفسح مجال لطلاب الدول العربية اللي بدل ما يذهبوا لأمريكا ولا أوروبا يدرسوا في العالم العربي لكن كانت تنقص الموارد في 89 بالضبط كانت ناقلة نفط إيرانية تعبر حوالي قبالة سواحل الدار البيضاء بين الدار البيضاء والجديدة وحصل تسرب نفطي في الناقل والمغرب طلب مساعدة دولية لمحاربة التسرب والملك فهد الله يرحمه بعث شيك $50 مليون لمحاربة التلوث البيئي في نهاية المطاف التلوث البيئي لم يحصل يقول بعض أن يداً خفية إلهية ربما طردت البقع النفطية إلى عرض المحيط ولم يحتاج المغرب إلى تلك الأموال إذا اتصل الملك الحسن الثاني بالملك فهد الله يرحمه الاثنين وبعث له ولي عهده اللي هو الملك الحالي محمد السادس يستشيره في استعمال المبلغ لإنشاء جامعة والملك فهد وافق وهكذا نشأت جامعة الأخوين اللي هما الحسن الثاني والملك فهد اللي تشوفوا صورتهم على الشاشة في مقدمة هذه البناية موجودة صورة ميدالية فيها صورة الملكين الاثنين يمكن ما راحت تلاحظوها إذن أسست الجامعة رسميا بما يسمى عندنا ظهير ملكي اللي هو قرار تنفيذي للملك هي الجامعة الوحيدة في المغرب التي أسست بظهير ملكي كل الجامعات تؤسس بقرار وزاري سنة 93 وبدأ البناء استغرق 18 شهر هذا كل البنايات اللي تشوفوها أنجزت في 18 شهر وافتتحت 16 يناير 95 وفي الصورة الملك عبد الله طبعا حسن ثاني وآنذاك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله طبعا ولي العهد الأمير سيدي محمد أخوه المولاي رشيد وفي الصورة ياسر عرفات الذي كان في زيارة ورفق الحسن الثاني
حفل الافتتاح. إذن هذه صورة من حفل افتتاح الجامعة. أيضا زارنا الملك محمد الثالث في 2004 أظن زيارة رسمية، وأعطى اسمه لما نسميه إحنا المكتبة وما تسمونه أنتم الخزانة أو العكس، إحنا نسميها خزانة وأنتم تسموها مكتبة. أن المكتبة هي مكان بيع الكتب، والخزانة هي مكان حفظ ومراجعة الكتب. المهم معنا لاحظت البناء طابع المعماري اللي هو طابع ألباين من الألب، لأن مدينة إفران كلها أسست سنة 1928 من طرف الفرنسيين الذين كانوا موجودين في المغرب. تعرفين أن المغرب كان تحت الحماية الفرنسية والإسبانية من 1912 حتى 1956، الشمال والجنوب تحت إسبانيا ووسط المغرب تحت الحماية الفرنسية، لم يكن أبدا مستعمرة، كان دائما حماية، كان دائما الحكم للملك، لكن الفرنسيين كانوا يستشارون، هم كانوا أصحاب القرار في ظروف سياسية معينة. إذن رأوا أنهم يجهزوا مدينة تشبه المدن الفرنسية يتمكنوا من قضاء عطل الشتاء والصيف فيها، وهكذا أنشئت مدينة إفران. الميشن بتاع الجامعة هي It's an independent, public, not-for-profit, co-educational Moroccan university. جامعة مستقلة عمومية، هي إذن هي ملك للدولة، هي غير ربحية لكن مستقلة في تسييرها، لا تتبع أي وزارة ولا أي إدارة. هي جامعة مغربية ولو أنها تشتغل على النظام الأمريكي Liberal Arts، هذه عادة موجودة عندكم في بعض دول الخليج. طبعا Globally Oriented، دوليين، English Language Curriculum، Liberal Arts Curriculum Based on the American System. طبعا هذه المشن بتعبيرها We enhance Morocco and we engage the world، يعني هدفنا أنه تنمية المغرب وجعله أحسن، وأيضا دخول في شراكات دولية، ونكون يكون برنامجنا التربوي يعني دائما يكون رائد، ويتكون أيضا تكوين أولي جامعي، وكذا أيضا تكوين مستمر وتكوين أطر وبحث علمي. هذه رسالة بعثها الملك الحسن الثاني لأول رئيس مجلس الأمناء طبعا، وإحنا نأخذها دائما ك مش دريعة، ولكن أي إدارة تحاول تدخل طلع لهم الرسالة هذه، نريدها مستقلة عن نظامنا التربوي القائم، سالكة في برامجها ومناهجها وأساليبها التربوية والإدارية، طرقا رائدة في مجالات التكوين والبحث العلمي مع ما أفردناها به من تركيز على دعم الثقافة العربية في كل الشعاب والتخصصات، تمكينا لروادها من الطلبة من الإثراء من هذا التراث العالمي الذي أسهم وسيظل يسهم في بناء صرح الحضارة الإنسانية. طبعا هذه الرسالة والقرار الملكي هي يعني مصدر إلهام كل ما نقوم به من مناهج وأساليب إدارية. عندنا مجمع اللي احنا فيه الآن من 75 هكتار في حوالي 42 بناية، مثل هذه البنايات هو سكني، فيه 21 بناية سكنية للطلاب، وفيه مباني إدارية ومباني تربوية
للدروس والمختبرات و مكاتب المدرسين. من حوالي 10 أيام كان عندنا الثلج مثل هذا اللي تشوفه في الصورة، يعني أنتم محظوظين ظني أنه ما صادفتوه، لأن كان الجو فعلا بارد وشتوي ومثلج لفترات طويلة، لكن الحمد لله على كل حال يعني الثلج كنا افتقدناه. عندنا 3 كليات: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أو ما يسمى بالإنسانيات والعلوم الاجتماعية، العلوم والهندسة، وإدارة الأعمال. لدينا أيضا برنامج تكوين عام يأخذ كل الطلبة قبل الشروع في دروس تخصصية، هو General Education. هذا البرنامج طبعا كما أنتم تعلمون يعطي أسس في العلوم الطبيعية، في العلوم الاجتماعية، في العلوم الإنسانية، في الحاسوب، في التواصل، في اللغات، لأن هذه هي المهارات اللي أكيد تلاحظونها أيضا في مهامكم يحتاجها خريج الجامعة. أنا لا أحتاج، يقولوا لي المشغلون، أنا لا أحتاج واحد عنده كم من المعلومات حول ميدان معين، أنا أعطيني طالب بمهارات معينة قادر أن يتعلم، قادر أن يعني يتكون وأن يتأقلم مع جميع المحيطات، يجد الحلول، يعمل في مجموعات، يعبر، يكتب، وأنا سأعلمه عملي. معليش أنا أشتغل في التصدير لا معليش يتعلم التصدير واللوجيستكس وهالأشياء، أعمل في البنك سأعلمه شغل البنك، لكن أعطيني خامة جيدة. إذن General Education من الأشياء المهمة. الجامعة عندها عدة برامج معتمدة، طبعا إحنا شهاداتنا كلها وطنية معتمدة من وزارة التعليم العالي من الدولة المغربية، لكن زيادة على ذلك عندنا اعتماد من جمعيات متخصصة، عندنا ABET اللي هي Engineering Programs, Engineering and Technology، عندنا EPAS اللي هي School of Business Administration، هذه أوروبية من EFMD European Foundation of Management Development، عندنا Language Education Language Center، هو أول مركز في إفريقيا والشرق الأوسط حصل على الاعتماد من CEA. الآن موجود مركز ثاني في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأظن يا في الكويت يا في دبي، مش متأكد، افتتح مركز أيضا حصل على الاعتماد. لكن أهم شيء احنا في طور الأخير في الاعتماد المؤسساتي من NEASC اللي هي New England Association of Schools and Colleges. للزيارة يعني بالصدفة رئيس اللجنة واصل اليوم واصل الدار البيضاء وسيبدأ عقد لقاءاته، لكن اللجنة ستأتي يوم 4 مارس في الزيارة الأخيرة، وإن شاء الله سنحصل على الاعتماد المؤسساتي. هذه هي الشهادات البكالوريوس التي موجودة عندنا: Communication Studies اللي هي التواصل، International Studies اللي هي الدراسات الدولية، و Human Resource Development اللي هي تنمية الموارد البشرية. هذه تعطى في كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. في العلوم والهندسة Computer Science الحاسب الآلي، Engineering and Management Science الهندسة والتدبير أو التسيير، أنتم تقولوا التدبير ولا التسيير؟ تدبير يعني انت قصدك الاداره بشكل عام، المانجمنت، مانجمنت اداره، ادمنستريشن، يس مانجمنت، نعم اداره، ما زالت تسمى الاداره بلغات. شو الفرق بين ادمنستريشن ومانجمنت؟ هو ذير از ديفرنس، بس
في اللغه في في الجامعات تسمى الاداره. يعني الهندسه الاداريه انت قصدك صح ولا لا؟ والهندسه احنا نسميه التدبير او التسيير. اللغه العربيه انت الافضل اكيد يعني. لا اللي كنا نفرقوا بين الادمنستريشن اللي هي الاداره البحته. صحيح. لانك تسير اداره ليس كتسيير شركه. صحيح. طيب اذا عندنا هذا البكالوريوس مشترك بين الهندسه والتسيير، هذا فتحناه بناء على طلب مجلس الامناء. طبعا مجلس امنائنا في كان مجلس الامناء عقد امس في الرباط، في وزراء، في يعني مدراء شركات وطنيه وخاصه وحكوميه واعضاء دوليين، وعندنا ايضا الهندسه العامه وبكالوريوس في اداره الاعمال. في مستوى الماجستير عندنا حوالي 14 ماجستير، واربعه منها في الدار البيضاء في مركز تكوين الاطر والتكوين المستمر في الدار البيضاء. لاحظ معنا ان عندنا ماجستير في الدراسات الاسلاميه، هذا بشراكه مع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، بعثوا لنا عدد من الائمه يدرسون دراسات اسلاميه حسب منهاج عصري، هم خريجين شريعه وخريجي تعليم ما يسمى بالتعليم العتيق عندنا او التعليم الاصلي. لا عندهم يسموه العتيق، العتيق والاصيل. لكن ياخذ عندنا اشياء مثل لغات يونانيه، اغريقيه، العبريه، فارسيه. ياخذون علم اللاهوت. عند المسيحيين وعند اليهود. اذا المهم هو تكوينهم زياده على تكوينهم الشرعي، تكوين منفتح على الاخر. والهدف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنوي بعثهم إلى خارج المغرب لكي يكونوا مثلا سفراء لإسلام يعني نريده معتدل ومتنور ومتنور متعايش. إذن عندنا الآن مجموعة منهم يدرسون، وطبعا عندنا دراسات شمال إفريقيا والشرق الأوسط، زيادة على في كمبيوتر داتا اناليتكس بيج داتا، عندنا تجاره دوليه انترناشونال تريد، وطبعا اشياء اخرى كمبيوتر ساينس، كمبيوتر نتوركس، انفورميشن سكيورتي، سوفت وير انجينيرنج الى اخره. عندنا بعض المراكز للبحث، تكلمت عن الاكزيكتيف ادوكيشن سنتر اللي هو مركز تكوين الاطر، واحد في افران والثاني في الدار البيضاء. مركز اللغات، مركز اللغات هذا لان طلابنا ياتون وبعض منهم ناقصين انجليزي، لان تعرف احنا عندنا الانجليزي يبدا في نهايه الاعدادي او اول ثانوي، اذا ياتون بثلاث سنوات انجليزي فقط. لكن مع هذا البعض منهم يتمكن من يحصل على نتيجه في التوفل تمكنه انه يبدا الدروس، لكن البعض الاخر عنده نقص يدخل مركز اللغات لدوره او دورتين حسب المستوى. عندنا معهد الايكونوميك اناليسيس اللي هو البحث الاقتصادي والدراسات الاستشرافيه بروسبكتيف ستاديز. عندنا مركز تكنولوجيا اللي هو التداخل بين ما هو بيداغوجي وما هو تربوي. وعندنا ليدرشيب ديفلوبمنت انستيتوت، هذا مركز تنميه مهارات الريادة. هذا المركز يأخذ 20 طالب في السنة فقط، هم طلاب لكن يأخذهم زيادة على دراساتهم العادية، ينمي فيهم قدرات على الريادة. ومركز Learning Excellence، مركز الجودة في التعلم، والهدف منه هو مساعدة الطلاب على الجودة في التعليم. جانب آخر اللي يمكن نركز عليه هو social responsibility اللي هي المسؤولية الاجتماعية و community involvement و يعني خدمة المجتمع. عندنا ثلاث أنواع من خدمة المجتمع.
عندنا مركز تابع للجامعة أنشئ في مدينة أزرو اللي هي تبعد 17 كيلومتر على إفران. هذا المركز يعمل في برامج مع وزارة التربية الوطنية ومع جمعيات خاصة في محاربة الأمية، في إعطاء من يستفادوا من دروس محاربة الأمية مهارات في إنشاء مثل المقاولات وجمعيات ذات نفعية، يعني يستفيدوا منها. عندنا أيضا خريجي جامعات في تخصصات ربما تصعب أن يحصلوا على شغل، نعطيهم مهارات أخرى في علوم الحاسوب، في اللغات، في التواصل، والأستاذ سعيد نفسه يدرس في هذا المركز. عندنا خدمة للمجتمع بصفة عامة، عندنا خدمات صحية للساكنة ساكنة أزرو، محاربة الإيدز، عندنا مركز داخل هذا المركز تابع للجمعية المغربية لمحاربة داء السيلة، وعندنا حوالي 1000 مستفيدة من خدمات المركز الصحية. ثانيا عندنا جمعيات طلابية داخل الجامعة تعمل في ميدان خدمة المجتمع، وتعمل في تمدرس خصوصا للفتاة القروية. تعرفين أن في المغرب وطبعا في عدد من الدول النامية هناك مقاربة ما نسميه مقاربة النوع، محاولة يعني تدارك الهوة بين الرجال والنساء. تجد في تعلم المرأة أقل من الرجل، في الشغل المرأة أقل من الرجل، ثم أيضا هناك هوة أخرى اللي هي بين المدينة والقرية. فعندما تكون هناك فتاة قروية فهي تضاعف عليها الحمل، مرأة وقروية. إذن طلاب أخذوا الفتاة القروية كهدف ويساعدوها على التمدرس وعلى النمو. هناك أيضا محاربة الأمية، هناك محاربة الفقر عبر يعني برامج متنوعة، والتوعية الطبية. الجزء الثالث هو برنامج إجباري لجميع الطلاب أنهم لابد أن يؤدوا 60 ساعة في خدمة المجتمع قبل الحصول على الدبلوم. إذن نعطيهم درسين، واحد حول مفهوم التنمية البشرية، والثاني حول المجتمع المدني في المغرب ودوره في التنمية البشرية، ثم يختاروا الميدان اللي يريدون ويذهبون مع جمعية، مع شركة، مع وزارة، لا يهم، لكن يؤدون 60 ساعة في الخدمة ويوثقون، يجيبوا دائما إثبات أشنو عملت، عملت هذا، عملت صور، شهادات إلى آخره، عندها يمكن يحصلوا على الدبلوم. أن توجه أيضا دولي في عدد من الأنشطة، مثلا هذه الصورة أخذت حوالي 15 سنة لمؤتمر حول التعايش بين الديانات. في هذه الصورة حاخام باريز، كان حاخام القدس، كان مفتي القدس، كان مفتي الديار المصرية، كان ناس من الفاتيكان، وكلهم عقدوا ندوة في الجامعة حول التعايش بين الديانات. نستقبل زيارات، هذا الشخص تغير شيئا ما لكن باقي معروف، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، والسيدة الأولى آنذاك في أمريكا هيلاري كلينتون، وربما لعشاق السينما
معروفة؟ أيها سيغورني ويفر. أنا لا أعرفها ولم أسمع بها قط عند زيارتها، لكن أنا لست ممثلا للطلاب. هذه مثلت في إيليان وفي عدد من الأفلام الشهيرة. الشباب فقط عرفوها. أنا أقول هذا عرفتوها؟ إيه الشباب عرفوها. عرفها أقل من 25 سنة. أكيد. لا. المهم الشباب يعرفوها. طيب إذن عدد من النوادي الطلابية تقوم بالعديد من الأنشطة. هناك جرائد الجامعة، هناك كورال، هناك نوادي ياباني، روتراكت، الاستكشاف، النادي الدبلوماسي، النادي الأمازيغي إلى آخره. تعرف الأمازيغ هم السكان الأصليين للمغرب، ولكن الآن لا يوجد فرق بين العرب والأمازيغي. يعني كم مغربي معنا؟ أنا أتحداكم تقولوا لي من أمازيغي ومن عربي؟ ما نعرف. ولا أنا. ولا يهم. تعرف حتى الأمريكيين لما يكتبون في الاكريديتيشن يقول لك سبيشال بوبوليشن، شو تعملوا في؟ إحنا خي ما عندنا سبيشال بوبوليشن. عندنا الأمازيغ وعندنا العرب، لكن طيب أنا فقط للذكر أنا عربي هو أمازيغي. سعيد أمازيغي من خنيفرة. ما عرف إذا كان شيء واحد آخر أمازيغي؟ لا. زرنا قرية أمازيغية. وكان المنطقة كلها أمازيغية. شو زرتوا؟ أوكيمدن هذه الأطلس الصغير. لا الأطلس الصغير. أوكيمدن الأطلس الصغير جنب مراكش. لكن إحنا الآن في الأطلس المتوسط. لكن يعني حتى اللغة تختلف شوية بين أمازيغية الأطلس المتوسط وأمازيغية الأطلس الصغير. وأمازيغية الريف. عندنا ثلاث لغات، ثلاث لهجات من نفس اللغة. لغة أمازيغية لكن فيها ثلاث لهجات مختلفة. المهم عندنا نادي يهتم بالثقافة الأمازيغية، وعندنا نادي يهتم بالثقافة اليهودية المغربية، لأن أنت عارفين أن اليهود كانوا في المغرب قبل دخول المسلمين، قبل دخول العرب، وعاشوا مع العرب ومع المسلمين، ووجدوا في المغرب يعني مكان آمن بعد أن طردوا من الأندلس وقتلهم المسيحيون في الريكونكويستا، وعاشوا في المغرب معانا لقرون. طبعا في 48 67 هاجر العديد منهم. الآن موجود حوالي 5000 من المواطنين المغاربة اليهود في المغرب، لكن مع ذلك حتى الذين هاجروا لم ينسوا أبدا أنهم مغاربة ويتذكروا المغرب ويزوروا المغرب. الأنشطة الجامعية والأنشطة التكوينية وأيضا الأنشطة الرياضية. لدينا ملاعب للتنس وللنشاط الرياضي والسباحة. ذكرت أن المشغلين يقولوا لي يعني بعث لنا بناس لهم مهارات. من ضمن المهارات التي نحاول يعني تقويتها هي ما يسمى بـ soft skills. أكيد مفهوم يعني متداول، اللي هي يتناساها البعض يقول أنا المهم أروح الكورس وأجيب A أو B وأخذ شهادتي وانتهى الأمر. أقول له لا، أنت دفعت رسوم واستفدت من 50% في الخدمة فقط، أضعت 50% الأخرى اللي هي الأنشطة الطلابية، النوادي، المحاضرات. أول أمس كانت محاضرة في هذه القاعة حول يعني التوجه الإفريقي للمغرب من خالد الشقراوي، أكيد المغاربة يعرفونه، اللي هو متخصص في الدراسات الإفريقية. إذا أضعت عليك فرصة تعلم غير تخصصك، يعني من يكتفي بتخصصه طبعا تنقص أشياء ثانية. يعني ما لم نعم عندك تدخل؟ من يكتفي بتخصصه يضيع عليه فرصة إثراء معرفي وإثراء في ميدان المهارات. نحن جامعة صغيرة نسبياً حوالي 2200 طالب.
160 مدرس، منهم 137 قار، ما نسميه أساتذة قارين أو بدوام كامل، الباقي أساتذة يعني أدجنكت للمتعاقدين. وهذه نسبة نادرا ما تحصل. احنا الجامعة الحكومية الوحيدة اللي تطلب رسوم من طلابها. الآن فتحت بعض الجامعات الأخرى، فتح الملك محمد السادس من حوالي أسبوعين في مدينة بنقرير، وجامعة ثانية للعلوم الصحية في الدار البيضاء، هذه أيضا ستطلب رسوم. لكن نحن جامعة غير ربحية، وما يدفعه الطلبة لا يغطي حتى نصف المصاريف الحقيقية. من هذه بعض الأرقام، عندنا 53% من طلابنا فتيات، عندنا طلاب من حوالي 28 دولة لكن عددهم نسبيا قليل. معظم الطلاب في كلية إدارة الأعمال، حوالي نصف الطلاب، وتتبعها كلية علوم الهندسة ثم إنسانيات والعلوم الاجتماعية. عندنا حوالي نصف الطلاب يأخذون دروس تقوية في مركز اللغات، يعني محتاجين لتقوية. عندنا حوالي 85% من طلابنا أخذوا ما يسمى بالبكالوريا اللي هي الثانوية العامة عندكم بميزة ما يسمى مستحسن، حسن أو جيد جدا. معظم الطلاب يعيشون داخل الجامعة، عندنا حوالي 1800 سرير داخل الجامعة، وعندنا أيضا شراكات مع عدد كبير من الجامعات، أكثر شيء في أمريكا لكن أيضا في أوروبا وكندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، إسبانيا، فرنسا، النمسا، الدنمارك، ألمانيا، بولندا، إندونيسيا، ماليزيا والمملكة المتحدة. اهتماماتنا في البحث، عندنا e-technologies، هي التكنولوجيا الرقمية، خصوصا فيما يخص الإدارة الرقمية وما يسمى بالحكومة الإلكترونية أو الحكامة الإلكترونية. عندنا عقود لمساعدة الجهات في المغرب على تطوير خدماتها الإلكترونية، عن embedded electronics لسيستم امباركي، وبعض الأشياء في biotechnology، وخصوصا في الطاقات المتجددة. خريجي الجامعة حتى الآن عندنا حوالي 4000 خريج، معظمهم يشتغلوا في المغرب والبعض منهم في أمريكا وفي الخليج. عندنا عدد مهم في دبي، حوالي 200 خريج في دبي وبعض الدول الخليجية الأخرى، في أوروبا أيضا. ربما سأكتفي بهذا القدر حفاظا على الوقت. ما سي سعيد عندك إضافة؟ إذا هناك أسئلة، ربما إذا عندكم أسئلة حول أشياء اللي ربما كنت أغفلتها، الرسوم ربما. أي نعم، كنت أقول إذا هي إذا كانت نون بروفيت يعني يونيفرسيتي، كيف الاستدامة المالية عندكم؟ عندنا ميزانية الجامعة سنويا حوالي 280 مليون درهم. في المداخيل 45% تأتي من الرسوم، لكن المداخيل الأخرى عندنا منحة من الدولة 25 مليون من القصر الملكي،
هذه نعطيها للمنح والمساعدة المالية financial aid لاستدراج طلاب المتميزين. عندنا تكوين مستمر، عندنا مركز ندوات، عندنا endowment fund اللي هو يعني مبلغ وقف. هو وقف في عند إنشاء الجامعة، وتم أيضا إضافة أشياء له مبالغ بعد 10 سنوات. إذن أعضاء مجلس الأمناء كل 10 سنوات يضيفوا لهذا الوقف. وعندنا أيضا إيجار المنشآت الرياضية والسكن، نستقبل فرق رياضية في السباحة، في كرة القدم، في فرق وطنية، الفريق الوطني للسباحة من الكويت ومن مصر تدربوا عندنا، لأن نحن في 1650 متر فوق سطح البحر، يعني كل الأبطال يتدربوا في إفران. هشام القروج كان تعرفه، يعني هذا الشباب ما يعرفوا هشام القروج، احنا نعرفه. هشام القروج اللي كان بطل عالمي في 1500 و5000 متر وبطل أولمبي، كان يتدرب في إفران وتزوج من الجامعة، شفتي؟ إذن كل الأبطال يتدربون في الجامعة. في الصيف نستقبل حتى فرق كرة قدم من خارج المغرب، من الجزائر ومن مصر، واستقبلنا سباحة من غانا ومن دول كثيرة. الرسوم، الطالب المغربي يدفع حوالي 30,000 درهم اللي هي 3,000 دولار في الدورة، اللي هي دورتين في السنة ودورة صيفية. الطالب الغير المغربي أو غير المقيم، يعني لا نفرق على أساس الجنسية لكن على نفرق على الإقامة، حتى الأجنبي المقيم في المغرب أكثر من 5 سنوات ويدفع رسوم ويدفع ضرائب للدولة المغربية يدفع مثله مثل المغربي. لكن الغير المقيم أو اللي لا يدفع، مثلا أبناء السفراء لا يشملهم هذا، إنه لا يدفعوا ضرائب للمغرب، إنه يدفعون 50% زيادة. السكن رخيص جدا، 5,500 درهم للدورة، 4 أشهر 600 دولار. سكن جامعي ما عليه، شوف لا خلي اللي درسوا برا يقول لك على السكن الجامعي في الجامعات الأجنبية. السكن أغلى أغلى بكثير أكيد. تفضلي يا أستاذ، عندك إذا بغيتي يسمعوك ممكن تفتحي هذا، ما عليش يعني. بس هل تقبلون مثلا، أنا لأن سألنا عند الباب، سألنا إذا كان في دراسات عليا فأجاب إنه لا، قال يمكن ما وصلها. بس لما حضرتك استعرضت البرامج إن في عدد من الدراسات العليا والتخصصات المتنوعة، فهل تقبلون مثلا بدراسات destination، يعني إنه يجي مرة ولا مرتين في السنة حق الماستر؟ أنا لا، كل دراساتنا residential لازم تقيم. لا، ما عن بعد هذه موجودة في الدار البيضاء في الـ executive education، لكن حتى هذه لازم على الأقل مرتين في الشهر يحضر. يحضر، ما عندناش online courses، يعني عن بعد مرتين في الشهر حضور. حضور أقل تقدير، لا هذه الـ executive programs مرتين في الشهر، لكن كل دروسنا كلها لازم بالتواجد للطلاب حضوري ليس على بعد. وكم الماستر يستغرق؟ سنتين. عندنا احنا كم سنة؟ سنتين، حوالي سنتين. احنا عندنا بالكريدت سمستر كريدت اورز الساعات المعتمده للكريدت الام بي اي مثلا 36 كريدت بس فاونديشن كورسز، يعني اللي عمل الباتشلر في البيزنس ما يعني ما عليه يدخل مباشره، لكن اللي ما عمل فاونديشنز في البيزنس لازم ياخذ مايكرو ايكونومكس اكاونتنج، الاشياء اللي محتاجها. اذا قد تطول المسافه، اذا سنتين عموما. طيب استاذ تفضل.
أذنك ما شغل الميكروفون. ضغط على. طيب. لا مرة ثانية. مرة ثانية. لا ضغط لا لا قاعد يشتغل صار خضر. أيوة. لا ضغط على. طيب خلاص ما يحتاج. لا سكر سكر هذا. أوكي خلاص. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اول شيء نشكرك سعادة الدكتور شريف، نشكر اخونا سعيد ايضا، نشكر اخونا اللي قدم لنا عند باب الجامعة ايضا، ونشكركم على وقتكم لان نعرف ان انتم الان اتوقع ان بين الفصلين صح ولا لا الان؟ لا لا طلبوا بدا الدراسة. ونتمنى ان شاء الله نحن ناتيكم مرة اخرى لكي نقدم ان شاء الله محاضرة للطلبة اذا صار الوقت ان شاء الله. بعد ما نحصل على الترخيص النهائي للمعهد. ونشكر الأكاديمية المغربية لخبراء التدريب والتطوير أيضا اللي هم يعني حلفائنا في هذه الزيارة. أنا بس حبيت يعني أعلق على ما رأيناه ما شاء الله من وتفاجأنا بالمستوى. احنا سمعنا يعني جامعة الأخوين بنت لنفسها، وهي شهادة يعني من شخص لا يعرف المجاملة، بنت لنفسها يعني سمعة في فترة قصيرة جدا مقارنة بالجامعات اللي في دول المنطقة. ولذلك الكثير عندنا كثير من البحرين يتكلمون عن جامعة الأخوين. بالنسبة حق اللي ما أشرت له الشراكات والتطوير للمغرب، يمكن هذا شيء مهم بالنسبة حق اقتصاد الإلهام. اقتصاد الإلهام يقوم على صناعة الإلهام من خلال الشراكات ومن خلال صناعة التطوير. واحنا يعني تطويرنا ميداني دكتور شريف اخونا سعيد اللي اشرت له من خلال البرامج اللي ذكرتها عن الطلبه، مثلا نزول الميدان او انهم ياخذون ساعات لكي ينهون تخصصاتهم. هذه هو جزء من مفهوم اقتصاد الإلهام. احنا عندنا برنامج متكامل في الحقيقه قدمناه حق ثلاث جامعات حتى الآن، جامعة زويل، جامعة إدارة الأعمال، كلية إدارة الأعمال في سلوفينيا من أكبر الجامعات في سلج، هي منطقة اسمها سلج، وجامعة النجاح اللي هي في نابلس أكبر جامعة في فلسطين، بحيث أن يكون برنامج متكامل يعد كنا دبلومة عليا قبل أن ندخل في برنامج ماجستير. يعني كنا إحنا انطلقنا بهذا المفهوم الجديد، يعرض ومستعدين نبعث لكم إياه لكي تدارسونه ويعني تجعلونه كيعني يتماشى مع متطلبات التعليم العالي للاعتماد. إذا كان هذا فهاي سيكون طبعا منطلق جيد للتعاون معكم، خاصة أن احنا نهدف في النهاية لتوقيع مذكرة تفاهم تتماشى مع توجهات الجامعة بالضبط. لأن ما أشرت له هو احنا منطلقتنا، احنا خاصة في مجال ريادة الأعمال وعمل المشاريع اللي يعني تحقق الإثراء المعرفي اللي انتشرت لها، هذا احنا دورنا، هذا احنا ما احنا نتخصص به وبشكل قوي. فنحن معظم شغلنا انشأنا مجلة العلمية الاولى، يعني ندعوك ان شاء الله تشتركون فيها او هي ما فيها اشتراك، هي مفتوحة open access journal مفتوحة على النت، ومن يعني المجلات العلمية التي اشتهرت بسرعة، اسمها journal international journal of inspiration economy، وانشأنا مجلة حديثة ايضا اسمها international journal of youth economy. وهاي المجلتين يعني يوث اكونومي، نعم. وهي المجلتين، المجلة الثانية حتى الآن هي راح يكون لها العدد الأول في مايو، لكن مجلتنا الحين صار لها السنة الثالثة وداخلين على السنة الرابعة، ونسعى إلى أن نحصل على سكوباس وغيرها من الاعترافات. المجلة الأولى يشارك فيه 45 عالم وعالمة من جميع أنحاء العالم، من البرازيل، يابان، ألمانيا، يعني فنلندا، كثير من الدول، وموجود تفاصيل لها. ومن ويرأسها من المغرب، وأصلا هو رجل مغربي الأصل لكن لم يولد في المغرب، ولد في فرنسا، بروفيسور فايز جلوج، وهو بروفيسور مشهور في ما يسمى سوشيال انوفيشن أو الإبداع المجتمعي. فإحنا طبعا استقطبناه ليكون أيضا قيادي معنا في ما يسمى اقتصاد الإلهام. هو في جامعة السربون. هو جامعة السربون، نعم. احنا ايضا دكتور احنا مهتمين جدا، وايضا وقعنا مع الاكاديميه العربيه للعلوم والتقنيه، وهي طبعا مقرها في القاهره معترفه فيه الامم قصدي جامعه الدول العربيه، وايضا الاكاديميه العربيه للعلوم الماليه ايضا وقعنا حديثا معهم لكي ايضا ينشروا البرنامج الاكاديمي بالتعاون مع الجامعات في جامعات عربيه اخرى
لكي يكون إن شاء الله سبق لجامعاتنا إن شاء الله. ولكن جامعة الزويل ستكون أتوقع هي الأولى بما أنها جامعة مثلكم خاصة وهي جاية أيضا بقرار حكومي. نعم هي ليست حكومية جامعة الزويل. لا إحنا لسنا نعم. جامعة خاصة. أيوة لا قصدي يعني جامعة الزويل أيضا هي نفس الشيء. الزويل بعد مثلكم جامعة خاصة. نعم لا لا الزويل بعد ليست جامعة خاصة. نعم الزويل يعني تأتي بفند من الحكومة. حكومة ولها استقلالية. ولها استقلالية. أي في الحقيقة الزويل استقلاليتها عالية بحيث إن حتى هي لا تتبع التعليم العالي. يعني هي بعد شوي يمكن أكثر استقلالية لأن هي يعني تعد حق يعني خبراء حق ناسا وهكذا. جامعة الزويل للعلم يعني الحين نسعى أن ننشئ مركز. هم حصلوا فند كبير محصلينه من قبل كان يتمنون يسوون في شيء آخر في إدارة الأعمال. الآن سيوجهونه إلى مفهوم اقتصاد الإلهام لقناعتهم بذلك. وكان لنا زيارة قبل زيارتنا المغرب في الحقيقة المرة الماضية. إحنا جينا المغرب قبل شهر وشوية زرنا جامعة الزويل وتم إنهاء اتفاقيات كثيرة في ذلك. ما حبيت أقول أيضا إحنا بجانب برامجنا البرنامج الأكاديمي اللي سوف نبعثه لكم اللي نقترح يعني نتعامل فيه إن شاء الله أو حتى لو قدمناه على شكل كورسات أو ما ترونه مناسبا والذي سيجتب أيضا لكم دخل الجامعة. هدفنا أن ننشر الفكر نصنع دراسات حالة في الأخير تبني على مفهوم أن الاقتصاد غير المادي الاقتصاد المنطلق من الانترنسك باورز اللي هي قدرات الإنسان الداخلية أن كيف هو يقدر يغير في مجتمعه بأقل الموارد. هذا مفهوم اقتصاد الإلهام أن كيف إحنا نستطيع أن نلهم مؤسسات ومجتمعات تصير أكثر إنتاجية وبأقل موارد وتؤدي إلى نسبة عالية من الأثر أو ما نسميه يعني more than results it's outcomes based approach. وهذا طبعا أيضا يتطلب أن نغير حتى طريقة المايندسيت في العملية التعليمية التعلمية. فإحنا أيضا دخلنا في مشاريع الآن سوينا تجربة في جامعات في سلوفينيا في جامعة سراييفو وجامعة بياج أن دخلنا في لهم مفهوم التعليم المتعدد التخصصات اللي هو المالتي ديسيبلينري تيتشينج اللي هو عبارة عن يستخدم تو ويز يستخدم الفليب كلاس اللي هو يعني يصير الطالب هو المدرس وهو اللي يدرس هو اللي يدير الصف وفي نفس الوقت انه يكون في عندنا ناس متعددين تخصصات. لا الإضافة ان احنا نخلط طلباتنا رغم ان احنا من كليات مختلفة بعد هاي التجربة. وهذا اللي يعني كنت اقوله ان مثلا طلبة الهندسة والإنسانيات وإدارة الأعمال احنا عندنا تجارب الآن ان وهي موجود على النت يعني يقول لك هي كلها مصور بالفيديو ان كيف لما نخلط الطلبة فعلا هو يصير في إثراء معرفي فيطلع عندك طالب مثل ما انت قلت في البداية ما يطلع عندي طالب فقط ان عنده شهادة وهو يبحث عن عمل. قد يكون هو صانع وظيفة أو قد يكون هو فعلا عنده قدرة على أن يتكيف. يطلع طالب هندسة لك ممكن يشتغل في بنك يطلع طالب إدارة أعمال لك ممكن يشتغل في مصنع. وهذا أيضا اللي إحنا لأنه هو اليوم سوق العمل لا تستطيع أن تتحكم به مهما قلت أنه يعني من طلبتي متميزين سيكون دائما في تقلبات في سوق العمل. فهذه أيضا واحدة من الأشياء. فأنا أقول الأكريتيشن اللي حصلت عليه طبعا لا شك أن إحنا حتى في جامعاتنا أنا من الناس اللي ساهمت في أن نحصل على الإيباس وأنا كنت أقيم في كوني أنا مهندس أيضا بجانب أني أكاديمي كنت أقيم حق الأبت اللي حق الهندسة ولكن يعني جيد أن احنا أيضا نهتم في الأشياء اللي مثل ما قلت أن ما سيميز إن شاء الله الجامعات في العالم العربي أنها ترتقي بمستواها وتطلع بمشاريع وتحقق إن شاء الله السايتيشن أكثر اللي هو معروف هو أنك تطلع أنت البحث العلمي بشكل أكبر وأيضا إمباكت فاكتور يزيد وفي نفس الوقت إنه يصير عندك فعلًا دراسات حالة. اليوم مطلوب جدًا إنه يكون دراسات حالة لهذا العالم اللي كان مغلق في الدراسات في الكيس ستاديز. فإحنا كل ما طلعنا كيس ستاديز كل ما قدرنا ننشر إن شاء الله بشكل أكبر. يمكن أنا أيضًا أقدر أقول لك إن إحنا لو صار في مذكرة تفاهم مثل ما عرضنا على الجهات الثانية واللي بنتعاون وياهم إنه بيكون إن شاء الله أيضًا المعهد يكون مكتب تمثيل لنا في كل مكان. يعني إحنا معهدنا ننوي أن ننشره في كل العالم وليس إحنا بدأنا الحين ما شاء الله في تقريبا 7 دول انتشرنا يعني في دول الخليج وفي سلوفينيا. احنا بدأنا في سلوفينيا أسس الاقتصاد الإلهام في المعهد في 2015 في سلوفينيا في شهر 8 الماضي المعهد الأول. وحين هذا المعهد في المغرب احنا تعمدنا أساس يكون سبق أيضا للعالم العربي يصير نوع من التنافس بين سلوفينيا وبين المغرب يعني لنشر الفكر في جميع أنحاء العالم خاصة من في دول أوروبا لأنتم قريبين من أوروبا أيضا بجانب أفريقيا طبعا
الشيء الاخر اللي حبيت اقول لك ان احنا وايد متقاربين في افكارنا. مثلا انت قلت عن الليدرشيب ديفلوبمنت، احنا نقدر نقدم برامج في هالمجال وندخل ايضا مفهوم الاقتصاد الالهام، لان الليدرشيب توداي از ابوت دوينج، اتس نوت ابوت يعني يو كانوت تيتش ليدرشيب وداوت امبلمنتيشن اوف بروجكتس اند سو اون. الشيء الاخر الانستيتيوت اوف ايكونوميك ديفلوبمنت او بروسبكتيف ستاديز ايضا يتهيالي نقدر نتعاون معاه بشكل كبير. السوشيال ريسبونسابيلتي هذه اللي احنا يمكن انا كنت اطالع محمد، لان احنا قلنا راح ننفذ خلاص لما رحنا احنا ما في شيء اسمه قريه امازيغيه، احنا ودينا الجماعه وصنعنا لهم بس تجربه، لان زرنا في شهر 12 هذه المنطقه دي في اللي هي جماعه كمندن صح اسمهم القريه اللي رحنا لها كيم، لا بس القريه اللي رحنا لها المنطقه اوريكا اوريكا اوكي اي. فاحنا قلنا هاي المنطقه راح نجعل منها منطقه كيف السوشيال ريسبونسابيلتي، ان نجيب طلبتنا اللي قاعد ندربهم الشباب عمر وغيرهم الشباب ونخليهم هم الذين يشتغلون، ومش بس يعني عدد من الطلبه اللي بدينا معهم مشاريع صغيره، حتى يعني بدينا الان بمشاريع صغيره نعطي الطلبه مبالغ بسيطه جدا 300 درهم ونتحدى انه يصنع مشروع في خلال اسبوع، ثم يصنع مش طالب مجموعه من الطلبه حق 300 درهم تصور هذه كتحدي لهم عشان بس يبتدون يكسرون الحواجز التي عندهم، ثم نضاعف لهم المبلغ بعد اسبوع من بدء ذلك الشيء، بحيث ان مشروعهم ليس فقط لينجحون كرواد اعمال، لان هذا موجود اليوم والحكومه هي دور الحكومه وليس دور مؤسسات مجتمع مدني ولا هاي، ولكن لكي يصنعوا تاثيرا في المجتمع لازم مشاريعهم تكون لها تاثير في المجتمع. فاحنا متقاربين، ولذلك انا ايضا نتلاقى مع الازرو كوميونتي سنتر، فانا اشوف في 5-6 جهات ما شاء الله داخل. انا بس اعطيك مثل مشاريع احنا كيف انطلق مفهوم اقتصاد الالهام في البحرين. احنا كان عندنا برنامج مع سمو رئيس الوزراء، يعني عقدي كان مع سمو رئيس الوزراء بناء على خبره سابقه اساس برامج التميز في المنطقه. فهني قلنا احنا في البحرين لازم نجرب طريقه مختلفه، ليست جوائز تميز وبرامج تميز تعرفها اللي تقدمها الحكومات مثل حكومه دبي اشتهرت بهاي الشيء، لكن قلنا لازم نجرب ما يسمى مختبرات، ننزل الى الميدان ونغير بحيث نصنع الاثر. من المشاريع اليوم احنا اليوم فقط انا رشحت 3 مشاريع الى اليو ام بان. اليو ام بان هي يونايتد نيشن ادمنستريتيف نتورك، بابليك ادمنستريشن نتورك. رشحت 3 مشاريع تتعلق الاولى في الانتي بايوتكس، انا قاعد اقرا لك اساميها وكيف ان وضعنا سوينا طريقه لتقليل استخدام الانتي بايوتكس بحيث جعلنا ما يسمى ستورتشوب، يعني كان مضيفه او مضيف يؤمن ان لا تستخدم الانتي بايوتكس استخدامات الخاطئه في قطاع الصحه، وهي مشروع رشح ايضا في البحرين وحصلت الدكتوره اللي شاركت فيه يعني وسام الكفاءه من الملك. ايضا عندنا ان كيف قللنا من الامراض المسنين من خلال التعاون بين عده التخصصات بين الاطباء، وكذلك نفس الطريقه كيف قللنا مضاعفات الايدز لمرضى الايدز من خلال زياده التعاون بين اخصائي الطب بشكل عام. انا اشوف ان الجمعيات الطلابيه ايضا اللي شرت له وخبره وانعكاسها على المجتمع هذه شيء مهم جدا. المحاربة وتدارك الفروق بين الأنواع هاي شيء واضح، وهي من أنا كنت أطالع محمد وتتكلم، لأن إحنا أول شيء قلنا وخاصة في كمندن قلنا أن مشكلة المرأة وحتى هما يعني شبابنا يذكرونا كمال، كنا جالسين مع بعض واحد من الشباب اللي إحنا بدينا نعدهم ليكونون هم قياديين، إنه قال إذا أنتم تبون تساعدونا فساعدوا المرأة هي أولى، ليس فقط الشباب، لان احنا فعلا المراه مظلومه وتعامل احيانا مش كانسان حتى، خاصه البنات يعني الشابات، لان صاروا كانهم خادمات في البيوت اكثر منهم عندهم قدره كبيره. وهذا ان شاء الله يتهيلي في عندنا تخصص كبير، خاصه الدكتوره دنيا هي يعني انا وهي اشتغلنا في المشاريع تتعلق بالمراه، المجلس على المراه، فبجانب خبراتنا في اقتصاد الالهام عندنا خبرات اخرى في تغيير المجتمعات بشكل كبير. محاربة الفقر أيضا هاي مشاريع احنا نستطيع أن نعمل معاكم، لأن فعلا عندنا ما يسمى الراديكال تشينج أو التغيير السريع الذي يؤثر بسرعة كبيرة. قد نستفيد حتى من ساعات اللي تقدم خدمة المجتمع بشكل عام. التصور سعادتك دكتور شريف احنا ناس يعني عمليين، أنا ما أعرف طبعا أنا أعرف الجامعة دائما في بروكراسي موافقة
مجلس مش الأمناء موافقة مجلس الجامعة أحيانا يمكن الأمناء ما يستحق أن يطلع لها المشاريع بتفصيل، لكن على الأقل مجلس الجامعة. لكن إحنا نقترح عليكم أن يكون عندنا تصور خلال سنة من الآن إن شاء الله يكون عندنا اتفاقية شراكة منفذة على أرض الواقع، سوينا منها مشاريع فعلا يبيننا والله إن أما نأتي بال إحنا دائما رح نأتي إلى المنطقة أكيد، مدام إحنا رح نأتي إلى المغرب أكيد رح نجي يعني إلى أفران، لأن أفران بالنسبة لنا نعتبرها كبنش مارك حق العرب أن كيف المدن الجميلة النظيفة الهادية اللي فيها السلام وهكذا والتعايش أيضا فيها. ولكن ما يهمني هو أن يكون فيها نوع أيضا من المؤتمر الذي يؤدي إلى أن يكون عندنا قصص نجاح نشرح في حالات نجاح، فنزور في إفران ما تم عمله من خلال الطلبة من خلال مشاريع إن شاء الله. هذا التصور اللي أنا ودي أن نبتدي فيه، وبما في الستارت ابس، لان انت اشرت في الاخير على موضوع يهمنا احنا الانكوبيترز، هاي البزنس مالي انا في البدايه اصلا اساعد انا الرواد يعني سواء مؤسسات رياديه صغيره او كبيره انها كيف تطلع وتنجح وتصير انتاجيتها افضل في هذا المجال. يمكن حبيت اعطيك انا بصوره مختصره بدل ما اشرح لك اقصال الهام، اعطيك ايش مجالات التعاون اللي ممكن نعمل فيها بشكل عام. ونشكرك مره ثانيه على يعني سعه صدركم واستقبالكم لنا، ونتمنى إن شاء الله أن يكون في تعاون مشترك مثل ما قلت في الأخير. شكرا لك. شكرا جزيلا دكتور محمد. ربما ملاحظتين بسيطة، ذكرت كينزن كانت عندنا من حوالي 3 سنوات السيدة إيف برانسون اللي هي والدة ريتشارد برانسون صاحب فيرجن، وعندها في كينزن مكان اشترى، هو اشترى ريتشارد ابنها واشترى مثل قصر قديم وأعادوا ترميمه وجعلوا منه فندق تسير السيدات من القرية نفسهم، لأن عملت جمعية لتطوير وتمكين المرأة وعطينا هذا ضمن المشاريع. كان مشروع طبعا مكلف لكن مدر للربح، طيب يجي فلوس. وثانيا نقطة ربما ما عندي اللي سمعتوا بها ولا لا، ان إفران هي ثاني انظف مدينة في العالم ما شاء الله حسب هذا واضح تصنيف الـ NBC Times. اول واحدة هي كالجاري في كندا، وثاني واحدة هي إفران. اظني نظافة البيئة، لكن أيضا الجو والغابة وكل شيء. سعيد تفضل. أضيف إلى هذا، بالنسبة لإفران السر هو غياب صناعة بشكل تام، لا توجد هناك صناعة. والسبب الثاني هو الغطاء الغابوي. صحيح. أظن آلاف الهكتارات المحيطة بإفران من الغابات. أكبر غابة صنوبر. صنوبر؟ لا سادر. الأرز. 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 أكبر غابة أرز في العالم. أيوة. تمام. ده بالإضافة إلى البحيرة. للإشارة فقط، إمضاء أسبوع فقط في إفلام، فقط أسبوع يرفع نسبة الكوريا البيضاء في الشام بشكل يعادل تقريبا مستوى الرياضيين. أسبوع في إفران يبين لنا قاعد أسبوع في إفران نرفع. إن شاء الله. براكم فندق عنده تفتح فندق معين بيقولون بالنسبة. أنا عندي فقط سؤالين. الأول أشكر سي دكتور شيف رفقي لأنه دعاني. أنا يعني عادة لا أحضر مثل إلا إذا كنت يعني نحن محظوظين بك. ولكن هو عندما لاحظ في يعني في الطلب الذي تلقى أنه هناك شيء عنده علاقة بالكفاءات وتطوير الكفاءات، هذا وأنا مدير موارد بشرية يهمني الأمر بشكل مباشر. إذا سؤالي لكم مش فقط للطلبة، طلب هذا الشيء، لكن هنا عندنا ما يفوق 600 إطار أو مستخدم، يعني عندنا كثير من الموظفين وطور مستخدمين وتسويق، ونحن من على عاتقنا تطوير المهني وحتى الشخصي. إذا سؤالي لكم في إطار يعني الجمعية أو المعهد أو يعني
ما تقدرش مزيان الاطار اللي تشتغل فيه. من سؤالي ما هي المبادرات الممكنه في هذا المجال؟ مش فقط للطلبه، هذا شيء اخر. مختبرات. السؤال الثاني عنده علاقه ب اذا في محاضره ندوات انشطه تقوم بها في المغرب، وانا يعني اقصد الاخوه المغاربه، قد يكون من الجيد جدا ان تخبرونا، لان بعض الاخوه يكون ليس بشكل الزامي، ولكن احيانا يعني تجي اختياري وتمييز، ممكن يجيو يحضروا في الدار البيضاء او مراكش او افلام او فاس او وهذا. انا شخصيا اهتم بالتدريب و يعني مجال التطوير هذا، قد يكون يعني بعض من الزملاء شغال على المستوى المهني او حتى الشخصي. واخر شيء ما قلت اثنين ولكن في الحقيقه ما قلتش لحد الان، شنو الايكيفالون ديال الاقتصاد الالماني الفرنسي؟ يعني انا ابحث على ما شرحنا مفهوم اقتصاد الالماني داسبيراسيون، خلي يجعل عندهم نوع من الفضول عشان يبحثون. يعني انا مهتم بالميدان لسنوات ولم اسمح بهذا ومفهوم جديد. بالنسبة لي فائدة وقيمة مباشرة. ما تستكتش هاي يعني. ولكن حبذا لو إذا كان ممكن يعني. طيب نسمع من الدكتورة دنيا. الاتصال على كراسي إن شاء الله. شكرا على هذه الأسئلة وشكرا على هاي الاستضافة والشرح الجميل. يمكن احنا ما شرحنا ما هو مفهوم اقتصاد الالهام، سابدا من النهايه. مفهوم اقتصاد الالهام هو مفهوم جاء من ارض الواقع بعد ان عمل خصوصا الدكتور محمد ابو حجي كثيرا على ارض الواقع، من خلال في البدايه كانت مفاهيم كثيره، من مفاهيم الجوده الى التميز الى اقتصاد المعرفه، اداره التغيير، وقصه طويله. جاء هناك انه كان دائما يحكرنا مفهوم الراسماليه والاقتصاد الراسمالي في هذه المجتمعات، ولكن وجد أن هناك كثير، وانتقل المفهوم من اقتصاد الرأسمالي، حاولوا الناس التحول إلى اقتصاد المعرفة من الاقتصاد الرأسمالي، ولكن وجد أن هناك كثير شيء أكبر من المعرفة موجودة حوالينا ممكن استثمارها وعن طريقها نغير هذه المجتمعات بدون موارد مالية وبدون نفوذ، وأن جميعنا ممكن أن نكون لو تم استثمار الإلهام الموجود في هذه المجتمعات والأفراد ممكن أن نغير المجتمعات. جاءت أيضا من خلال كثير من المقاييس التي والدراسات التي تم إجرائها. مثال على ذلك يعني أجري استبيان على جميع طلبة الثانوية فرضا في البحرين على مدى سنتين لقياس لوضع مقاييس لاكتشاف الإلهام، مصادر الإلهام، من هم الطلبة الملهمين، كيف نستطيع أن نخلق الإلهام في مجتمعاتنا، إلى أن تبلور إلى فكرة المجلة العلمية، فلم تأتي إلا بناء على هذه الدراسات العلمية، وتم تتويج ذلك العمل بإجراء مختبرات وتطبيقات عملية. تطبيقات عملية أجريناها سواء على المجتمع البحريني أو المجتمع الخليجي، أو حاولنا أن نتغرب إلى مجتمعات خارج نطاقنا أوروبية. فمثلا نحن كنا 6 أشهر ماضية مكثناها في البوسنة في دولة لا نعرف لغتها، لسنا من ملتها، لسنا من عرقها، ربما يجمعنا نحن دول يعني نحن مسلمين في دولة إسلامية، لكن حاولنا أن نضع تطبيقات اقتصاد الإلهام ونغير في بعض المفاهيم المجتمعية. تغييرات نعمل على بروتوتايبس، النمذجة، إن إحنا نصنع نماذج. لا نستطيع أن نغير المجتمعات في ليلة وضحاها، ولكن نستطيع أن نخلق نماذج تغير في المجتمعات. ويمكن خلال شهر زيارتنا الشهر الماضي كانت نهاية ديسمبر إلى المملكة المغربية، حاولنا أن نجتمع بالشباب وأن يعملوا بعض المشاريع التي تكلم عنها الدكتور محمد قبل قليل، وخلال شهر وجدنا هذا التغير الموجود في هذا الشباب، ليس من الناحية المادية أنهم ضاعفوا المبالغ، ولكن وليس فقط من الروح المسؤولية في المجتمع، لكن روح الريادة والمبادئة والمبادرة والحب في تغيير مجتمعاتهم هو الذي حاولنا أن نغرزه. طبعا وهناك آليات كثيرة لتطبيقات مفهوم اقتصاد الإلهام. نحن لا نؤمن فقط بالمحاضرات، نعم نقيم المحاضرات ونرغب أن نقوم بمحاضرات وندوات هنا في الجامعة لنشر الفكر، هي أحد الوسائل،
ولكن عندما نعمل مع المؤسسات عندنا ما يسميه مختبرات الإلهام، اقتصاد الإلهام. هي مختبرات نقوم فيها على مدى 5 أيام، ليست أيام دائما متتالية أو أيام زمنية، لأن بعض الأيام قد تطول أو تقصر على حسب الإنتاجية في اليوم. نقوم فيها بالقياس، القياس القبلي، الملاحظة، نضع الناس أنفسهم من يطبقون، نحن ليسنا إلا فاسيليتيترز لهذا الجيرني. من خلال القياس والملاحظة وإدراك وتفهم المشاكل الموجودة، سواء المشاكل المؤسسية الموجودة في المؤسسات أو الموجودة للمجتمعات، وقد قمنا ببعض هذه المختبرات حتى إلى مؤسسات خارجية. يعني من خلال زيارتنا في البوسنة لم نعمل فقط مع الشباب، عملنا هذه من أمثلة على المختبرات قمنا فيها إلى مركز الإذاعة والتلفزيون لمدينة بيهاج. وخلال هذه 5 أيام كان هناك من الممارسات والتغييرات التي تكون فيها، ويكونون أعضاء الموارد البشرية دائما شركاء رئيسيين وأصحاب العمليات الرئيسية. فإذا هي جامعة من الأكاديميين والمراكز البحثية، إذا هي مركز إعلامي فهم من يقدمون البرامج والمذيعين وغيرها. ونحاول أن نغير هذه التطبيقات خلال 5 أيام، ويكون التغييرات في وضع الآليات اللي موجودة، ولكن بدون أي موارد إضافية نحتاجها في هذه التغييرات، أو تغييرات في التشريعات أو القوانين أو غيرها، لأن هي التي تأخذ الوقت الطويل. يمكن هاي الإضافة. وأتوقع دكتور محمد يعني هو يعني أخير. عموما اللي حبيت أقول لكم لو أعطينا أمثلة دكتور عندي تساؤل. أيوة تفضل. آه يلا عندما تقول نحن يعني على من يعود الضمير؟ المعهد الدولي لاقتصاد الإلهام. أوكي. نحن أعضاء المعهد الدولي. لا طبعا هو الفرع موجود في اكثر من دوله في سلوفينيا، وحين تم افتتاح بعد معهد في المغرب في سلوفينيا في الاتحاد الاوروبي. وطبعا ويوجد جمعيه في البحرين واحنا اعضاء موجودين، ولكن نبي نحافظ على الهويه الدوليه وليس المحليه اللي احنا موجودين فيها. انطلاقتنا انطلاقه دوليه، مجلاتنا العلميه المحكمه هي مجلات دوليه، عملنا عمل دولي مع مختلف المؤسسات، ويعني كان هاي يمكن واحدة ونان بروفيت أورجانيزيشن، وتعمدنا ذلك حتى لا يكون انطلاقنا لما نقول دائما احنا من البحرين الناس يتوقعون احنا محليين ونريد التطبيق المحلي. تعمدنا ان نكون بحرينيين ولكن نفكر بصورة عالمية. نعم. بس انا بعطي مثل دكتور على استاذ سعيد على بعض المشاريع. مثلا في البوسنة احنا اخذنا قضايا مجتمعية، بجانب اخذنا مؤسسات، دخلنا مصانع حليب، مصانع إنتاج عسل، مؤسسات مجتمع مدني مثلاً، مؤسسات نسائية، أطفال، يعني ما دخلنا كل نوع من حبينا نسبتها للمجتمع نفسه إنه ممكن نعالج أو نصنع الإلهام، لأن الإلهام وجدناه صناعة. إحنا نؤمن اليوم إن كل شخص ممكن أن يكون سعادة البروفيسور شريف أن يكون هو الرئيس. لا لا طبعاً. متى يتصل؟ نعم. حبينا ان نقول لك بروفيسور ان اخوي سعيد ان ممكن نعالج، نلهم احنا افراد ونلهم مجموعه ونلهم مؤسسات ونلهم مجتمعات ونلهم اوطان. مشروعنا مع البحرين كان على مستوى وطن، مشروع حكومي بحت يعني مع رئاسه الوزراء يعني ديوان رئيس الوزراء. فعالجنا قضايا من التعليم الى الصحه الى الصناعه الى الكهرباء الى المياه، يعني كيف ان نحل مشاكل فاقد المياه، وكلها الاصل مبنيه على التقليل من اتكاليه المجتمع على الموارد، فنحول المجتمع الى مجتمعات مستقله بذاتها بحيث ان تعالج القضايا بدل ما ان تبني محطه كهرباء تقلل من استهلاك الكهرباء، نشر مفاهيم بطريقه مختلفه، بدل ما أن تبني مثلا الكثير من أو تصين تضع الأموال المبالغ الكبيرة في صيانة مثلا أنابيب المياه، تعالج الفاقد في المياه فتحل مشاكل بطريقة مختلفة ويوفر ملايين إذا لم يكن بلايين على البلد. بدل ما احنا ننتج فقط طلبة هم خريجين للجامعات سواء كان على مستوى جامعة البحرين أو على وزارة التربية مثلا في البحرين، كان احنا لا، احنا نريد خريجين هم أكثر مؤهلين للتعامل مع ديناميكية السوق، فيكونون هما عندهم قدرة على أن يكونون فعلا يحققون الأثر في مجتمعاتهم. على مستوى البوسنة مثلا نعطيكم أن احنا عالجنا مرة أخرى، لما نقول نعالج نحن لا نحل القضية حلا باتا،
لأن هذا مجتمع، لكن أنت تبذر بذرة بحيث أن البذرة تكون هي المرجع الأساسي إن ممكن نقوم بذلك. فمثلا في البوسنة أيضا عالجنا قضايا مثل الفقر أو جودة الحياة بالنسبة للشباب، عالجنا قضايا أيضا من خلال مشاريع مع مؤسسات مجتمع مدني، فأخذنا مثلا المؤسسات مجتمع المدني تعالج قضايا الفقر واشتغلنا معها أحد المؤسسات أو مؤسستين تقريبا. عالجنا قضايا في موضوع الريادة، فإنشأنا مفهوم كيف أنه ممكن يكون في ريادة أعمال بين الطلبة، لأن الطلبة كانوا يهاجرون أكثر إلى بلدهم. عالجنا قضايا الهجرة، الهجرة بين الطلبة، وتوقع المغرب أيضا يعني قد هو إذا لم يحل مشكلة إيجاد العمل والبطالة والعطالة أيضا سيكون التعليم ليس هو الحل. الآن يعني عندك قضية كثرة السكان وعندك الأمية وعندك التعليم أيضا ليصب في سوق العمل، إذا لم يكن هنالك إبداع وفعلا إبداع غير يعني غير مألوف فعلا حق الشباب سوف يهاجر الشباب، فستخسر ما يسمى الطبقة الوسطى التي هي أهم طبقة في المجتمع. عالجنا هاي القضايا إن كيف إن يكون عندنا فعلا تقليل الهجرة، إن عدد السكان الذين يهاجرون كان حسب الإحصائيات الرسمية 49%. لما سوينا إحصائية إحنا نجمع دائما نبني يعني تغييرنا بناء على معلومات أولية وليس معلومات ثانوية، primary data not secondary data، يعني نأخذها من الميدان دائما. احنا قلنا حق حكومة البوسنة لا انتوا ترى الاحصائية اللي عندكم هذه بس حق عموم الاعمار، لكن لما نحسبها في الطلبة 69 من الطلبة سوف يهاجرون او هاجروا يعني كاحصائية. فانت هني تعالج قضايا في العمق كيف ان تخلي الطلبة، فحتى حضروا الجماعة شافوا ان كيف احنا جبنا ناس اللي كانوا مهاجرين ورجعوا الى بلدهم، وكيف ان بدينا نبين ترى في البلد ما شاء الله مثل المغرب البوسنة غنية بالخيرات، لكن الناس لا ترى الفرص التي ممكن أن يقومون بها بأعمال وهكذا يعني. فأنت قضايا مثل هذه هي التي يعني ممكن أن تحل فيها، يعني مشاريع مثل هذه ممكن أن تحل فيها فعلا المجتمع وتبين أن في إمكانية لتغيير المجتمعات من خلال العمل الميداني، ونطلع منها دراسات حالة يعني القيمة المضافة بالنسبة لنا أن إحنا صحيح أن نقوم بكثير من هاي الأعمال تقريبا مجانا، ولكن بالنسبة لنا أن نثبت أن في اقتصاد يسمى اقتصاد الإلهام الذي قائم على التغيير الإيجابي في المجتمعات. يعني هذا بشكل عام يمكن. لا يمكن كنت بعطي أمثلة أكثر على مشاريع يمكن على المجتمعية على المستوى الوطني بعد قدرنا إحنا نغيرها، يمكن النمذجة سويناها في الدول الأخرى على المستوى الوطني. يعني مثلا مشاريع المجتمعية الإنسانية في البحرين مثل موضوع قضية الطلاق، كنا إحنا من أعلى نسب الدول في الدول الإسلامية، خلال 5 سنين قللنا نسبة الطلاق من خلال المفاهيم اللي تم استخدامها إلى نسبة 45% انخفاض في معدلات ونسب الطلاق في مملكة البحرين. اليوم إحنا من أقل الدول على خارطة العالم الإسلامي في نسب الطلاق بعد أن كنا الأكثر، من وبدون استخدام أي موارد إضافية، ولم نبدأ بتغيير أي تشريعات. بعد أن خفضنا النسبة على مدى 4 سنوات جاء مرسوم من جلالة الملك لهذه التطبيقات وألزاميتها. فيعني حتى التطبيقات ذيلا نسويها سواء على مستوى المستويات الاقتصادية، مشاريع اجتماعية وغيرها. طيب شكرا جزيلا. أظن فعلا إضافة نوعية مهمة. على فكرة تعرفين دولة الإمارات أنشأت وزارة للسعادة، وأحدى الشركات الكبيرة في المغرب فتحت قسم وأعطت مسؤول عن السعادة، عن السعادة في العمل. إذن هذا النوع من التفكير ما يسمى out of the box، خارج المعتاد والإنوفيتيف، هو اللي ربما سيكون الحل بعدما عجزت يعني كل الطرق على حل مشاكلنا. وأنا أشكركم جزيلا. وأشكر الإخوة اللي بس المغرب. سألت عن المغرب أتوقع لو بس محمد يقول لك البرامج أو سأل سعيد بس تعليق سريع. هذا اللي كنت أقول لك. أنا ربما أشكر الإخوة اللي في المغرب مهتمين بهذا الميدان، سيكون لكم السبق في هذا الميدان هذا إن شاء الله، وإحنا مستعدين نسمعكم. تفضل محمد. محمد ومصطفى إذا بداية نحن نطمن هذه هذا الاستقرار.
بأن إلينا داخل الجامعة وهذا اللقاء المثمر الذي قرب مفاهيم ومفهوم اقتصاد إلها والذي يمكن إن شاء الله من خلاله ستجمع إن شاء الله بروتوكول التعاون ومن خلالها نستطيع إن شاء الله أن نحقق الأثر لمجتمعنا إن شاء الله. فالخطوة الأولى إن شاء الله هو هذا اللقاء وأملنا أن تليها الخطوات التالية إن شاء الله لتحقيق كما قلنا الخير لأمتنا إن شاء الله. وكما قلنا نحن ليس هدفنا المغرب فقط ولكن هدفنا هو العالم. جميل جدا أن ننطلق من المغرب بصناعة أثر جيدة وبتغيير المجتمع وجميعا يكون لنا إن شاء الله السبق في حل مجموعة من المشاكل التي يمكن أن تكون عالمية إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا. للأسف يعني ما استدعيتش إخوة يكونوا معنا حاضرين ليستفدوا، لكن أنا بنأخذ منكم ربما وعد على أنه واحد منكم ربما سيعود للتفاعل مع مثلا مدرسين. احنا كلنا بيعود حق البلد الجميل بعد اسبوع. تقول لي ترفع الكريات البيضاء كلنا بني نرفع كرياتنا خاصة اذا وديناهم الفندق الجميل مشلفن يتهيألي بيكونون الكل يبي يقول خاص بنجي هو يشبه لك لسه. اذا شكرا جزيلا. احنا جهزنا لكم بعض الوثائق. عندنا مركز ندوات التابع للجامعة، عطينا لكم بروشور للجامعة وربما للتعرف أكثر على الجامعة. وشكرا لكم. عندكم وقت لجولة في الجامعة ولا بنتشرف؟ والله إذا نشوف بسرعة يعني بعض المرافق جيد، يعني إذا في إمكانية عندكم وقت. طيب صورة جماعية وقت في صحة محمد نشوف. إيه عندنا دكتور. طيب عاد شيل من البلاستيك يا مصطفى. يا لازم تصرف إلى إن شاء الله يكون حوالي 30 كتاب دكتور. هذا كتاب منهم إن شاء الله سمحت تقدم لكم شاف الزيارة المقبلة إن شاء الله للجميع. أنا عندي 17 كتاب دكتور. في كتب باللغة الإنجليزية ما يبناها المغرب لأن برنا فقط يريدون فرنسي. لكن إن شاء الله الزيارة القادمة. موجودة على النت على booking.com. بكبون. مشكور حق الأكاديميين والطلبة. تقدر تسوي له داونلود لأنه بس حق الأكاديميين. أوكي. وهذه رمزية بسيطة إن شاء الله. لو كتبت Inspiration Economy Pro راح يطلع لك أول 4-5 صفحات كلها عن أنشطة الدول. شكرا. هذا ولشعارنا قصة لوقف الاقتصاد الإلهام. يعني التحديات مع التحديات يصنع الإلهام. الملامس لما ندرس حياة ندرس حياتهم كلها فيها تحديات، ولكن الفارق أنهم يعني استطاعوا أن يعني يديرون التحديات بشكل عام. إذا متى الزيارة المقبلة إن شاء الله؟ إن شاء الله إحنا بس نرفض إن شاء الله ننتظر منكم. شكرا جزيلا. إذا كنت الوعد يمكن هي أستاذة هنادي كيف حالك؟ شكرا لك. وهي أول محامية من دولة العراق تترافع في المحاكم على المستوى الوطني العربي. ما شاء الله. فيعني عشان الشخصيات المهمة التي معنا هي تترافع في النظام الآن في المحاكم. بالكويت. بس هي أول محامية على المستوى الوطني العربي. إذن تخصص معي. المجتمع المشروع في الدول العاقة لمنتجزة القضايا. لا
لكن شيء طبيعي إن هو معروف إن أي عالم أو أي فكرة تدخل بمجتمع جديدة راح يكون فيها صعوبة في البداية والتخلص. إنما مع الأسرار والاستمرارية الحين صار تطلب بالاسم. يعني أنا موجودة الحين استقبلت كذا ثلاثة أو أربعة من الموظفين يقول أنا شخصياً. هذا كان المقبل الممتاز. إذا أول شيء صعوبة بالنسبة للمقيمين تقبلوها الآن؟ الحمد لله تقبلوا. صار في تنافس من المكتب اللي أنا أعمل معه. هل المواطن مؤمن بقدرة المحامي من ذوي الإعاقة؟ هو أصلاً الموكل ما عنده ثقة بالمرأة بصفة عامة إنها تمسك القضايا. ثانياً فئة ذوي الإعاقة. لكن الحمد لله يعني رب لك الحمد قدرت أتغلب على هالشغلة. إن أنا مسكت قضايا ونجحت فيها من البداية فهذا صار عندهم يعني اسم كبير. ممتاز والله ما شاء الله عليهم مبروك والله يكثر من امثالك من اصحاب الاصرار والسفير والتحدي بالضبط. على المستوى الوطن العربي هي الاولى محامي من لا وكان معنا بعد اخت ثانيه مقعد كان طيار تصور كان طيار مع الخطوط الملكية المغربية وصار له حادث بالموتوسايكل وأقعد أوكي. وراح أنا أحب أقول لك قصة أخرى. أنا أخي طيار قبطان وتمت رساقه في حادث وحاليا هو الطيار الوحيد الذي ما زال يزاول الطيران رغم أن رجله مبتورة وفي طيران تجاري وهو نائب رئيس الشركة في طيران العربية اللي هو موجود. بالإضافة إلى ذلك فهو غواص وغواص محترف ولا يعني لا يمارس الغواصة مع ذوي الإعاقة ولكن يمارسها ويتحداها مع غير المعاقين ورياضي في نفس الوقت. فالإعاقة ما عندنا احنا فيها مستحيل فنمارس جميع هذه إلهام. أنك أستاذة هنادي السيري مصدر إلهام للناس ثانيين. والله إذا عندك زيارة مقبلة للمغرب نستضيفك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إذا كان ممكن كل إخوان كلهم أنا عن شو؟ شكرا. إيه أنا تو. تفضل خذ. شكرا. تفضل أكسيل بتأخذ. تحطون فند من خارجي أيضا ولا فقط؟ من مشاريع البروجكس. من البروجكس. فند ريسيرش. أوكي. هذه هو جامعة الأخوين. هاي في النص يبين الثلج شوي دار وهذه هي وإحنا حين بدين الجولة مع المعلمين. هاي هي المشتريات موجود في الغرف ولا بس؟ ستوديوز. أنا بعض ستوديوز فيهم كيتشنات. الباقي لا. باقي في الغرف في البناية. هو دكتور ترى بعد العزوف من العالم العربي قد يكون في حق عدم توفر البارت تايم. يعني لو يتوفر البارت تايم. اثنين من العملاء. ما شاء الله. وجانب هذيلا؟ لا هذا. مع سعيد. أوكي. فهاي هو المسجد وهاي ويلكم تو هذا المسجد. ايوه تعرف لاحظ انه في نص في وسط الكامبس لكن لازم ايوه لان الصمعه المفروض لا تطغى على هي موجوده نعم لكن لا تصير هي الاكبر. وشوف شكلها رحت مراكش ايوه مثل القطبيه لكن طبعا أقل ارتفاعا لكن شكلها نفس
هذا شقة صغيرة ومكتب للحسن الثاني. ما شاء الله. نفسه. عمر ما حد استعمله أبداً. أيوة. إلا هو يوم الافتتاح. هذه هنا. لما جاء الابن مع. لا. جاء مرة ولكن ما دخل. وهذا شقة الإمام. أيوة. إمام ساكن هنا. أيوة. عندنا إمام ومؤذن. نعم. من وزارة الشؤون الإسلامية. نعم. التعافين عن. والمسجد تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة والتراويح. أنت دكتور من هني من أهل البلد إفران ولا؟ أنا أصلي من ميدلت قريبة من 120 كيلو. ما شاء الله. لكن كنت في الرباط من زمان. تخصصك إيش الأصل؟ علوم التربية. ما شاء الله. يعني نفس كلية دكتورة هي دكتورة قريبة منك مجتمع. أنا أدرس سوسيولوجي، I'm social worker and sociologist. الحين نشوف العلوم الإنسانية. بس والدكتور يدرس في كلية إدارة الأعمال. لكن كثيرا ما كنا ندمج طلابنا في بعض المحاضرات. يتعلمون بعض، يعني يتعلمون مفهوم السوسيو إيكونومي بمفهوم مختلف. يعني لأن هدفنا تغيير في السوسيو إيكونومي. هدف اقتصاد الإلهام مش في الإيكونومي فقط، في السوسيو إيكونومي. فإحنا ندعي أن تغيير المجتمع هو سوف يؤثر في الاقتصاد وليس العكس، ليس الاقتصاد يؤثر في المجتمع. وهذه اللي يعني هذا المسجد. نعم. تعرف هناك قصة. نعم. هل المساجد ممنوعة على غير المسلم؟ نعم. هذه اللي هو يعني للأسف في النصارى. أنا عارف ما له في. لا. هذا المسجد. نعم. يدخل المسلم وغير المسلم. أيوة. إذا تبغوا تسمعوا خلكم يانا. نعم. هذه قاعة الصلاة. نعم. إن شاء الله. الحريم من الطرف الثاني. وطبعاً مرافق للوضوء وكل. نعم. من هنا. هذه أخذناها من الملحقية الثقافية السعودية. عملوا معرض في الجامعة وخلونا هذه صورة للحرم المكي. واحدة من الأشياء دكتور اللي ممكن نسوي معاكم نسوي بوستر شو، يعني نتكلم عن المشاريع اللي تم تنفيذها ونخلي الطلبة they see how they can contribute to that. وعندنا أيضا إن شاء الله محمد يعد حق كومبيتيشن، فيا ريت قد يكون بعض الطلبه نبتدي معهم شركات and they compete على مستوى المغرب ثم they will compete in a world champion في البوسنه. فهذه كومبيتيشن انه هل قدروا يسوون مشاريع مؤثره في مجتمعاتهم ولا لا. هاي امباكت بروجكت. نعم. عمل سوشيال انتربرينورشيب. نعم. ويعمل إنشاء مشاريع مدرة للدخل لكن لأهداف اجتماعية. اجتماعية. ممتاز. هاي. بالضبط. هاي. أنا أريد أن أشتغل وياه أيضا هذه. نعم. إن شاء الله. هذه اللي نسميها خزانة محمد السادس. أيوة. اللي عبارة عن. المكتبة. أصبحت محمد السادس. نعم. أنا انتبهت لك. نعم. محمد السادس. إن شاء الله نوصل لكم مجموعة من كتبنا بروف. نعم. بالإنجليزي وبالعربي إن شاء الله 17 كتاب، يعني إن شاء الله قد يكون هاي أيضا يعني من هالاستفادة إن شاء الله. حتى الكتاب اللي أعطيتني إن شاء الله لطف. هاي لك إن شاء الله. وبنبعث وحتى يعني نتمنى تصير في نشر في المجلات العلمية سواء اليوث إيكونومي أو إنسبيريشن إيكونومي. إنسبيريشن إيكونومي في جورنالز إن شاء الله عنها مختصرات. إذن هذه الصورة اللي كانت محمد السادس في الافتتاح، هذه كانت وقفت من هنا يوم افتتاح المكتبة. ما شاء الله. تفضل. هدوء جماعة. يلا حياكم. نقطة تحت في الواقع تدري. Thank you.
هذه البناية هذه قبل ما تفتتح الجامعة أقيم فيها اجتماع لجنة القدس. كان يترأسه الملك الحسن الثاني. نعم سمعنا. اجتمع في هذه القاعة هذه. نعم. بحضور ملك فهد. أظن ما أعرف إذا كان في الحضور لكن كان بتاع هذا اللي توفى في باكستاني توفى في الطيارة. أيوة. مش مجيب الرحمن الثاني. ضياء الحق. ضياء الحق أيوة. نعم. ضياء الحق. نعم. وياسر عرفات طبعا. نعم. إذا هذا ما كان عندنا كارد كاتالوج طبعا اللي هو هذا لكن تم الاستغناء عن الكارد كاتالوجز الآن كل شيء موجود في الكمبيوتر إذا الطالب عندنا أبليكيشن خاصة بإدارة المكتبة طالب عنده حساب يدخل لحسابه ممكن يعني يحجز كتاب يمكن يشوف تاريخ كل الكتب اللي أخذ متى يرجع الكتاب ويمكن يقيم بحث حتى يعرف كتاب موجود خارج داخل اللايبراري كاتالوج مع the status of the book اوكي ان وعندكم بعد الاثنز وذي لحق الانترناشنال جورنالز عندنا databases عندنا 34 databases اوكي عندنا full text databases وعندنا abstract اوكي اذا عندنا اي بوكس عندنا اكثر من الكتب الورقيه موجوده اي بوكس فان شاء الله كتب الدكتور تنزل مع عندكم مع الاي بوكس نعطيكم اياهم البوك بون يو كان داونلود ات وتتحول على ممكن هذه تنزل مع الاي بوكس اذا عندنا داتابيس هذه باي سبسكريبشن سنويه اي واحد عنده بحث في موضوع ما يطلع الارتكلز وزيادة على الإي بوكس وعلى أنا حوالي 100,000 مجلد على 3 طوابق من هذه القاعة الرئيسية والله عدد كبير يعني 100,000 لا هو بسيط لكن وقفنا يعني قلنا ما نزيد في صحيح. في الكتب الورقية صحيح. صحيح تبحث حتى على الكتب غير الموجودة لدينا مثلا كاتب مغربي طلع اسمه يجيب كل منشوراته يقول لا أريد فقط الكتب الموجودة في هذه المكتبة تجيب كتبه الموجودة تبحث على الكتاب يقول لك موجود بحث موحد حق المكاتب في المغرب لا بين ما في لا مثل البحرين لا ما في يعني كثير منهم رواد أعمال هل في قياسات في قياسات أنا ربما يعني أكثر الجامعات توظيفا في المغرب. عملنا دراسة قلنا 91% يشتغلوا في أقل من 6 شهور. ما شاء الله. والباقي في اللي يدرس وفي اللي قاعد يبحث عن شيء. لكن 91% في أقل من 6 شهور في الظروف الحالية يعني. بس يعني إن شاء الله يكونوا هم الأقل هجرة أيضا. يعني هجرة للدراسة معلش بس هجرة بعد التخرج يعني يرجعون إن شاء الله عشان لا تصير هجرة عقول عندنا نسبة عندنا نسبة يعني يهاجر لكن مؤقتة يروح ياخذ خبرة 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات يرجع يتزوج إيجابية هذه هذه ما أعتبرها هجرة يعني هي مجرد يعني كأنه زيادة في التجربة أو في الخبرة اكتساب خبرة صح مثلنا إحنا هاجرنا بعد عندنا هذا الطابق للدوريات والمجلات والجرائد المصحف يسمى مصحف مولاي زيدان مولاي زيدان هو أحد أبناء المنصور الذهبي الذي حكم المغرب وكان عاصمته مراكش إذن هذا مولاي زيدان صار بعد المنصور الذهبي وطلب مصحف ملهب إذن أنجز المصحف وكان ينقل من أكادير إلى العرائش وعلى سفينة
والسفينة اعترضها قراصنة أسوان وأخذوا كل محتوياتها بما فيهم المصحف، والمصحف موجود الآن في الإسكوريال في مدريد. أيوة. والإسكوريال فيها من 900 كم نسخة؟ نسخة ريبرودكشن 980. وبعت لنا بوحدة منها. ممتاز. كاعتراف. الخط الكوفي هذا. هذا الخط المغربي. مغربي. المغربي. كم عمر المصحف؟ المصحف الأصلي 1670 ظني. بس بوقو قرصنة الأسبان. لأن هذه كوبي. هاي نسخة منها طرشوا لهم. فاكسيميلي. كاعتراف. وهذا الخط المغربي مثل الخط الكوفي دكتور ولا في فرق؟ تقريبا نفس الخط الكوفي. والله لست خطاطا لكن ما اعرف. لا لا يعني الحروف العربي يميز الخط. ما يتميزون بالعربي. بس هو نفس الكوفي انا اشوفه فيه فرق ما اشوف. الكوفي اعتقد طلع في العراق. هذا المغربي فيه معرق في هذه السنه. التاريخ هذه. انت فيه. لكن في شبه كثير بين العراق. بعدين على واحد. نقطة تحت. الفاء الفاء نقطة تحت. والقاف نقطة الفوق. هكذا درسنا احنا القرآن. وشكل الحرف نفس الشيء بس يفرق بين القاف والفاء النقاط تحت وتصدق انه لم تكن الحروف موجوده اصلا اصلا في اللغه العربيه لم تكن الحروف موجوده شرح هذه بشرح بعدين ما اعرف كيف كانوا يقرأوا العربيه سبحان الله احنا الان بدون نقاط مع النقاط ما احنا احنا بدون حركات وجينا صعب is about what we talk about. كنا نتحدث عن التراث الأمازيغي. هذا هذول الاثنين توفوا. هذا كان معروف جدا. هذه الليلة؟ كيف؟ لا توفوا من زمان. لا لا لا. 29 فبراير. 2012. هذا أقام هذا معروف جدا. ما أعرف فيه أغنية صارت شهيرة جدا اسمها إناس إناس. هو هذا صاحبها. الآن ترجمت ونقلها مصريون ونقلها لناس يعني انتشرت بطريقه رهيبه وهذا في الفولكلور الفولكلور الشعبي الامازيغي مايسترو محاول حسين الشيباني كان عجيب هذا طلع لكم صور كيف كان يشتغل على المسرح المسرح بشكل جميل جدا الطبقات الجيولوجية هذه أزرو هذه إفران نحن هنا الآن هذه 17 كيلو ما شاء الله هذه الحاجب وهذه مكلاس هي منطقة كانت بركانية بعد هي بركانية هي بركانية أزرو بركان لكن بركان منطفع كبير. منطفع يعني هذه زلزال المنطقة ولا ما؟ مرات قليلة قليلة بجي بسيط مرات تحس المكتبة فقط للطلبة؟ كيف؟ الدكتور. لا عندها رواد من حتى من خارج الجامعة إذا مثلا أكاديميين من خارج الجامعة قال لك عندي بحث ممكن أجي أزور الجامعة نقول أهلا وسهلا بس كل الكتب بطريقة المبصرين صح؟ هذا قصدك هل عندكم كتب برايل؟ لا ما عندنا برايل والله ولا والله إذا كان عندك اقتراح أو شيء في هذا الميدان تساعدينا نصير أكثر خدمة للمكفوفين هو ممكن يكون بالطريقة مو إلا بطريقة البرايل بالطريقة المنطوقة اللي هو كتب تسجيل أساس الطلبة المكفوفين أو حتى الناس اللي بعد ما يعرفون يقرؤون ممكن يستفيدون من هذه الفكرة كاين أبليكيشنز كمبيوتر أبليكيشنز يتحط لها سكان كتاب وتقرأ لك الكتاب إيه هذا باللغة الإنجليزية لكن اللغة العربية لا غير موجودة باللغة العربية موجودة بس ركيكة طيب. هذا ميدان للبحث الكمبيوتر ساينس تطوير أو للتطوير يعني أبليكيشنز للقراءة غير المبصرين طيب إذن هذا الـ World Bank Applications وحطينا فيها بعض الـ Reference Books باللغة العربية أمهات الكتب. دكتور جدد نوري الغابات أنتوا. كم نسبة الغابات؟ يعني أوروبا تتميز مثلاً فنلندا، البوسنة 70% أو سلوفينيا. إذا كم دول متقدمة في مفهوم البيئة؟ كم نسبة الغابات في أفغان؟
إفران فقط. في إفران فقط والله ما عندي ما عندي فكرة. لأن أشوف هني إن الفورست صح موقع على evolution of the forest yeah. إفران region. region. from 86 to 93. yes. لا لكن هذا يدق ناقوس الخطر. نعم. هذا يقول لك. لا قلت مع الوقت. يعني ما في قانون يحمي الغابة أن تكون لا تقل عن 70%. مثلاً هذا بالأصفر كانت غابوية وصارت سكنية. أيوة. لكن هنا هذه كلها غابات. نعم. وتستمر حتى من هذه في اتجاه الشمال. في اتجاه مراكش. لا في الشمال شوية تفاس لكن أكثر شيء. مراكش. أطلس جهة مراكش. أنا حلو إنك يكون عندنا في العالم العربي منطقة هي معروفة بالغابات كنسبة نسبة الأرض. هذا ما يميز ألمانيا وأوروبا. أنا أسأل العامل. العامل أنا هو الوالي. الوالي. قبلنا. من هذه القاعة الدراسة. هسميها أنا زيرو ديسيبل يعني هنا مسموح لك تتنفس فقط. أما ولا كلمة. أما الباقي تعرف الطلاب دائما يحبوا أنهم يدرسوا مع بعض. لكن يعني ما يصلح لك. تحب تتكلم عن وين؟ صح ولا يا محمد؟ قول ولا مرة بالحقيقة. مثل الويران. لا تصلح ل 90% من البشر. من أتى بنا إلى المغرب كان يتواصل معنا فترة طويلة. هو مندوب الاتحاد خبراء العرب بدولة البحرين. هو شخص حرام الجولة مرت يعني بدون إشراك الجانب الأخوين. نعم. حرام. صحيح. الله يطول عمرك. ونحن أخوين. الحمد لله. يعني تشوف الجامعة هي متميزة فيها. في السيتيشنز ولا انا استاذ في البايو تكنولوجي. ايوه. عمل حتى ابحاث ابحاث وباتنس ما شاء الله. عنده 3 باتنس ما شاء الله. مغربي يعني. ما شاء الله. وعندنا في السوشيال ساينس بوليتيكال ساينس كل الاشياء اللي تهم العالم العربي وشمال افريقيا ما شاء الله. عندنا واحد جزائري متخصص في المجموعات المتطرفة. أيوة نعم. كثيرين كل أنواع التطرف كل ديني. هو الوسطية في كل شيء يزينه والتطرف في كل شيء. هذا العرس يعني وجبات خفيفة على طبقين. هنا الكلاب ميتينج رومز ستودنت اكتيفيتيز سبورتس دايركتور اثليتيك دايركتور كل من هذه وقاعات تحت وحده تي في لاونج وحده ميتينج رومز ديال الكلابس. ما شاء الله. هنا ثلاث ملاعب التنس. نعم. وملعب هنا كرة القدم ملعب ثاني في عند الباب. وعندنا مسبح أولمبي وقاعة متعددة الصخر. تنزل فيها الثلج بشكل يعني كبير. هو يعني حط القوانين. ممنوع كذا ممنوع كذا ولا بناية تصير أكثر من والالتزام بالهندسة هذه إجباري. نعم. هذه من أيام الفرنسيين. أيوة. لكن منع مثلا الميكانيكي واحد ما موجود في فرنسا. أيوة. عندك مشكلة في سيارتك أنت في الأزرق. الله كلهم إفران بيئة كاملة نظيفة. لازم نستشير خوي يعني كثير ناخذ. تعرف انت بروف في نيوزيلندا يبيعون الهواء في معلب في ايسلند. يعني مش احنا لما رحنا ايسلند ايضا نفس الشيء كانوا في الموضوع يبيعونه في علب يبيعونه في علب في السوبر ماركت. لانه يقولون عشان توديه معاك يعني
للسياح في المناطق السياحية يقولون إن لأن لأن هواءهم نقي. هواء إفران. إيه هواء إفران حيا. تفضل. يمين صار. شوف لما يكون مجتمع طلابي صغير ويصير علاقات أحسن. يكون كبير. صح صح صح. هاي هو. أنا بنقل هني. الصالة المغلقة. يلا. المدرسة. المدرسة كل أربعة. بادي أصور فيديو يلا محمد. خليك خليك. يلا. عشان ما طلع الدكتور. يلا رؤية بسرعة خلاص. رؤية حنظفرك بينكسر. لا ما تروح. يا مسكينة. رؤية فشلتينا. يلا. حافظك تموس تموس. شوف شلون. فشلونا البحرينيين. خلنا خلنا نشوف. هاي أتشيوسي. أولمبي. هذا مصر أولمبي. وما شاء الله يعني أنتم المغاربة مشهورين في الرياضة. في السباحة بعد مشهورين هنا. كل الرياضات ما شاء الله. الجو الجو يساعد. ساعد. العدائين هنا يجون كثير ها؟ لأن ارتفاع المنطقة هذا. يلا. بس فيها أثر وايد. يعني هذه أفقر حي في إفران. أفقر حي في إفران. المدينة الداخلية أجمل. أجمل. هذا طبعاً المطار موجود من هنا. مطار. مطار الطيارات تنزل عادية ولا طيارات؟ لا لا مطار يعني مش مدني. طيارات صغيرة. صغيرة. هو داخلي. مدرج فقط. هذه طريق اتجاه مكناس. هذه في اتجاه أزرو مراكش وهذه في اتجاه فاس. بس احنا في اتجاه مراكش على الخريطة طلع لنا الطريق بيكون جدا طويل. عندك طريقتين للذهاب الى مراكش. اي عبر الطريق السيار يعني اللي هو تمر بالدار البيضاء والرباط. والرباط والدار البيضاء ومراكش. وهو الاسرع. هو الاسرع هو الاطول لكن اسرع وقتا. اسرع. اي والثاني عبر الاطلس المتوسط هو اجمل لكن ياخذ وقت اكثر. اي عشان كذي احنا كنا في هذه هي الجهه الاكاديميه قبل ما طلعنا من الجهه الرياضيه. عيد ما سمعنا. هذه المنطقه كلها الاكاديميه هذه الصفوف ومكاتب الكليات هذا كله هذه البنايه فيها كلها صفوف قاعه المحاضرات. اي نعم هذاك الثاني لان مركز اللغات هناك الثاني كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية هذه كلية إدارة الأعمال وهذه هنا قدامنا العلوم والهندسة وطبعا بنايات أخرى فيها مختبرات الفيزياء والأحياء والكيمياء والحاسب الآلي مين وأساتذة زائرين؟ أنا طلبة يجيون ممكن أيضا نرتب لكم في التنفيذ تبادل. البورصة يعني؟ البورصة. أها. تدرب الطلاب فيها على البورصة. فيها طبعاً كمبيوترز. تصل لشركة رويتر. Yes. تعطيها الفاينانشال داتا in real time. Yes. ويدربوا على بيع وشراء الشيرز. رؤية؟ لأن هي تخصصها المفروض تكون مالية. مالية؟ رؤية شنو تدرسين؟ Banking and Finance. Banking and Finance. This is our trading room.
مربوط بالرويترز. تقولي له في اي جامعه؟ بابي بحرين انستيتيوت اوف بانكينج اند بعد انك نصور مع انت. يلا تعال بسرعه والله يجي شبعانه في حطيها بصورك مو شبعانه يعني من السالفه يعني بس اصور روحي بدل ما حد يصورني انا اصورك انتبهي يلا يا جماعه يلا الدرس ان الاستاذ يعطيهم شيرز فيرتشوال شيرز نعم ويعطيهم هوم ورك هذا اند هي سيز هاو ذي دو هاو ذي انتربريت ذا داتا هذه نزلت هذه طلعت علاش نعم نعم احنا ما جامعتنا ما عندنا شنو في البي اي بي اف في لانه هم جامعتهم مرتبطه بالمصرف المركزي الجرس توقف توقف التداول عادي اطقها لا ابدأي التداول هاي نقرا جرس التداول نهايه التداول هما لان احنا الجامعه اللي هي فيها مرتبطه بالمصرف البحرين المركزي المالي فتحت اشرافهم فهي اللي يخليهم اكثر ارتباطا بالامور الماليه والاقتصاديه يلا مشينا كان في كامبس ثاني ما شاء الله في الجهه خارج من ناحيه مكناس نعم اتجاه مكناس لو احنا بنأجر دكتور هاي كم يكون تأجرون تأجرون قاعات ايضا ولا قاعات وغرف عنا جيدا احنا ايضا نتعاون معكم حتى في التأجير يعني 99 غرفة محمد قد يكون تأجير ايضا القاعات ممكن يكون اذا هذه يوم الافتتاح 16 يناير اللي شفت الصورة ايوه جمال الملك الحسن الثاني والملك عبد الله نعم كان هنا درس يوروهم كيف يعني درس الرياضيات والمعادلة والجميع دخل كلهم وقفوا الا الحسن الثاني جلس في ذاك الكرسي الاحمر ايوه هذا الكرسي نسميه نسميه كرسي الحسن الثاني ايوه هذا كفو يمكن نقعد جريد في الحسن يقعد يشوف الحسن زين كلهم واقفين الا هو جلس خمس دقائق تفرج على الحصه وطلع لا لا لا